بعد 21 سنة من الانتظار، شباب قسنطينة بطل للدوري. المنافسة بين الأندية هذا الموسم هل هو مؤشر على قوة البطولة؟ إفريقياً، مواجهة الوفاق والمولودية، صدام الجريح بالجريح. اتحاد الجزائر عازم على العودة بنتيجة إيجابية من كينيا. المنتخب الوطني يسير من السيء إلى الأسوأ. مشاهدينا، أسعد الله وقتكم، أهلا وسهلا بكم، مرحبا في برنامج الهضرافوت على قناة نوميديا. من خلال العناوين تابعتم بأن الحلقة ستكون مميزة كالعادة بالمواضيع التي تهمكم وتهم الشارع الرياضي الجزائري، في تواجد كالعادة رمادة من النجوم وأيضا من المحللين الذين اعتدتم عليهم بعد 8 أعداد قضيتموها رفقتنا ودعمتمونا. أيضا مشاهدينا، دون إطالة أمر إلى ترحيبي بأول ضيف في هذا العدد، ضيف خاص ومن نوع خاص أيضا، الدولية سابق أيضا، الوحيد ربما مش الوحيد نقول بين صناع ملحمة أم درمان، الدولي سابق سمير زاوي، مرحبا بك. اليوم أيضا راك مدرب جمعية شلف. السلام عليكم سي كريم، شكرا على هذه الدعوة، إن شاء الله نكونوا أوبجيكتيف بوزيتيف في الميسيون هذه إن شاء الله. ما نشك بيان سور، هذه وحنا معروفين بهذا منذ سنين الحمد لله. ونروحوا ايضا الى الضيف الثاني في البلاطو، سليم بن علي، لاعب مولوديه بجايه، كل شيء مبروك عليكم الصعود. الله يبارك فيك. السلام عليكم، نشكركم على الاستضافه، ولي الشرف اني مع الاخ سمير والاخ رحيم وخويا رفيق. يعني شرفتنا اليوم ايضا، خاصه انك لاعب خلوق يعني متخلق، ثاني مشهد لك الكل انك لديك مستوى وايضا مستوى اخلاقي عالي. الله يسلمك بارك. اذا ارحب ايضا بعز الدين رحيم، الدولي السابق، اللاعب المحبوب، نجم الهضرافوت ايضا هنا في البلاطو مثل ما كان نجم كلاعب، مرحبا بك. مساء الخير كريم، وحنا بدورنا كذلك نرحبوا بالاخ سمير والاخ سالم بن علي ورفيق والجمهور اللي حاضر معنا وكل متتبعي الحصه، نقول لهم السلام عليكم. وراه ايضا الى ان تذكرت رفيق وحيد، رفيق وحيد القلم الحر صاحب الانتقادات اللاذعه ولكن موضوعيه، يعني نشرفوا بتواجدك هنا معنا يعني في بلاطو الهضرافوت، مرحبا بك. شكرا، شرف لي دائما كريم، سعيد بتواجدي دائما معكم مع عز الدين رحيم، لاعب كبير اللي كان تابعته قلت لك من البدايه كي بديت لا بريس. سامي زاوي لا دوزيام فوا في البلاطو معاه، متشرف بك سي سامي زاوي، واول مره مع خونا سليم بن علي، متشرف به كذلك. رفيق معليش كيسيون، ديريكتومون دخلت له شغل كيما نقولوا ان جوار ديفونسور كراند ديفونسور ميشون، وحيد عاودها وحيد رفيق وحيد صاحب القلم الحر عفسك. لا انتقاد عاود كذا، لانه صراحه يعني تصريحاته يعني درت البوز يعني في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني لانه صراحه المشاهد الجزائري يعني ليس غبي الى تلك الدرجه التي يعتقدونها، ويقبل الامور ايجابيه. ما شوف ما تخليش غير الكوتي قال ليكزومبل واحد هذا يعرف غير ينتقد، نو نو هذه هذا كاس فيه الماء فيه الماء فيه الماء، ما فيش هو ما فيش ما يقولكش فيه، فهمتني؟ فوالا هل تقول اشياء صحيحه ام لا؟ هذا هو احنا كي نقولوا انتقاد عندنا المعنى السلبي تاع الانتقاد. الجزائر هكذاك، تولي عدو الجزائر هكذاك. على كل حال مشاهدينا، هكذا كانت البدايه، والعدد مثل ما قلنا سيكون خاص، حتى اللباس سيكون خاص، لانه نحتفل مع شباب قسنطينه بتتويجه بلقب الدوري، وايضا نحتفل بمولوديه بجايه، نفس الالوان الاخضر والاسود، وتصفيق على اللي صعدوا، وايضا تصفيق على جمعيه عين مليله. ومشاهدينا دون اطاله ندخل مباشره الى صلب الموضوع، وشباب قسنطينه الذي توج باللقب بعد 21 سنة، فرحة هستيرية، ولفريق عانى انصاره كثيرا في انتظار هذا اللقب، والنجمة الثانية التي طالت كثيرا. نتابع هذا التقرير المزدوج من هنا في بوليدا، ومع توفيق العمري مراسلنا في قسنطينة، كيف كانت الأجواء؟ بين اللقب الثاني وانطلاق الفرحة الهستيرية، وقف سيد علي العمري مركزا على الكرة في نقطة الجزاء، الأعصاب كانت مشدودة والكل يترقب، نجم اللقاء دون منازع يستعد يسدد، والكرة تعانق شباك البليدة، إنه الهدف الأغلى الذي انتظره السنافر منذ 21 سنة.
فزت 3 كؤوس هذا والبطوله ضيعتها مع جمعيه شلف، ضيعتها مع بجايه، والحمد لله ربي كتب لي باش نديها مع قسنطينه. كنا خاسرين في الشوط الاول هدف مقابل 0، ومن بعد دخلنا الفيستيار وطبقنا تعليمات على المدرب. الحمد لله يا ربي نشكر جميع اللاعبين وجميع الطاقم الفني وجميع الانصار اللي جاوا معنا ولا راهم في قسنطينه. رانا من ديبي جوي من 15 جوي وحنا نتعبوا عليها وحضرنا لها بكل جديه. الحمد لله ربي راه ما خيبناش وفزنا اليوم، بلي جبنا لي 3 بوان تاعنا كانوا مهمين. نظرا المقابله تاع اليوم كانت مقابله صعبه من فريق اتحاد بوليده، وانه منذ شهرين هم يلعبوا بنزاهه كبيره، يعطيهم الصحه والله شبان صغار تعبونا اليوم في مقابله هذه. اليوم فريق شباب قسنطينه حقق الاهم باخذ 3 نقاط هذه اللي تخلينا نكونوا بطل 100%. الحمد لله على هذا التويج. القلوب التي كانت مشدوده الى ملاعب 5 جويلية و20 اوت ببشار تنتظر نتيجة نصر حسين داي وشبيبة الصورة الملاحقين والمنافسين على اللقب، عادت إلى ملعب الإخوة بركني بالبليدة. الكل يترقب نهاية اللقاء، وصافرة الحكم بن عبد الله جاءت لتطلق العنان للأفراح. كل شيء مبروك علينا على الشعب القسنطيني كامل، شامبيوني شامبيوني في خاطر الشامبيون ناس قسنطينة بكل، وما ننساش ولاد فونكسيونير وناس النوفال، وان شاء الله خاوتنا البليدة العام الجاي يطلعوا. راكم خاوتنا البليدة مباوك العام ليلة وبليدة العام الجاي ان شاء الله يطلعوا كل شيء مباوك العنابة سياسي الشامبيوني. خارج محيط الملعب، العرس القسنطيني بدأه السنافر من مدينة الورود وإلى مدينة الجسور المعلقة، الطريق طويلة ولكن الفرحة تختصر المسافات. وتوفيق العمري مراسل نوميديا تكفل برصد الأجواء بعاصمة الشرق الجزائري التي عاشت ليلة ليست ككل الليالي. هو التتويج الثاني لنادي شباب قسنطينة بعد 21 عاما من الانتظار. فريق رسم التتويج وأنصار يصنعون الفرجة والمتعة والفرحة بكل شوارع مدينة سيرتا. هي فرحة جنون وعشق أبدي مشروع صنعها أوفياء العميد في عاصمة الشرق الجزائري، حلم تحول إلى حقيقة بعد طول انتظار، وأجواء سادها طعم الفوز ونشوة الانتصار. انتصار عنونه عشاق السنافر بندها ذراع. عندنا الزر وعدينا اكثر وديناها دراع وتحيه سياسي، ورانا فرحانين. وكما يقولوها بعد 21 سنه الحمد لله اليوم تنحاو لك عابر مش كعب وراه بزاف. هو جمهور قدم مثالا يحتذى به في الروح الرياضيه والوفاء لفريقه المبجل، فعاش معه أحلى وأحلك لحظات الخوف والقلق والفرح أينما حل وارتحل. نديوها كامل خاوتنا اللي وقفوا معنا عبابي ساجي أسكا ساعتنا، ودي الفرحة كامل الشعب القسنطيني. بالو رياضة كلش، احنا يا شباب قسنطينة نحبوا الجمهور الكل، نحبوا كرة القدم، نعشقوها نعشقوها نموتوا عليها. في السياسي السياسي. ليل سيرتا أضحك نهارها وأفراح أطلق عنانها إذنا بالتتويج الثاني لناد عريق اسمه شباب قسنطينة. إذن هذا هو فريق شباب قسنطينة الذي توج باللقب بعد معاناة طويلة. أذهب مباشرة يعني إلى ضيفنا اللي هو سمير زاوي. على كل حال فريق عن الأمرين 21 سنة حتى انتظروا باش كان هذا التتويج. صراحة سير البطولة مثل ما ينبغي، يعني تربع على عرش الترتيب يعني في مقدمة وكان له ذلك في الأخير. اولا نهنيك بالانصار السياسي وفريق وشباب قسنطينة على التتويج، نقول مبروك عليكم. والشيخ عمراني اللي كانت معاه بدايتي في, في 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 الشلف في القسم الاول. صح انت قلت غياب 21 سنه، انا ما نقولش غياب 21 سنه، نقول غير البطوله المحترفه من 2011 ملي دينا احنا اول فريق يفوز بها. كانت سيطره ما بين سطيف واتحاد العاصمه. مليح كيجوا دي زيكيب يديروا المنافسه، ما تقعدش محظوره بين فريقين. راك تشوف الموسم هذا وفي فريق
شباب قسنطينه بطل، لو دوفان راه شباب الثوره، ولو تروازيام راه نصر حسن تيسر ديال الفرق اللي كانوا يلعبوا التيتر سطيف وليسما راهم في السيزيام سيتيام بلاس. هكذا لو نيفو يتبدل ويطلع، ما يقعدوش دي زيكيب يشوفوا غير سطيف ليسما باللي يروحوا يلعبوا فيهم، يكونوا دي زيكيب واحد اخرين قبلت اللاعبين اللي عندهم لو نيفو. انا الشامبيونات تاع هذا الموسم بتتر كان عندي كونتاكت مع واحد انامي ثم في قسنطينه، قعدنا نقصروا صافي بتتر كان بالك قبل لافان داني لافان تاع لافازالي، شفت لو نيفو تاع الشامبيونات، قلت له لما ديتو الشامبيونات هذه تاع سنه ما تديوها طول حياتكم، باسكو نقول لك علاه الشامبيونات كي تلقى ليسما وسطيف غافلين ما تروحش والله ما تديها، باسكو الا كانت ليسما وسطيف واجدين بري ما كاش مشاكل، لي جوار بي كونسونطري ما عندهمش صوح لي لهم والله ما دير لهم الشامبيونات. اعتادوا على هذه الاجواء تاع المنافسه والضغط، سين اكسبيريونس عندهم لاعبين دي زيكيب وين عندهم الثقافه تاع التتويج. انت قلت قسنطينه، قسنطينه صافي ديال شحال عندها 21 سنه، هذوك قسنطينه بور كونفيرمي هذو التيتر لازم العام الجاي تلعب، تلعب لو تيتر على باسكو، وهذا هو الصح. نو باسكو قسنطينه فريق عنده امكانيات كبيره، عنده شركه يطرعاه، شركه راهي ما كان الفريق هذا شركه الابار، سدير حنا المشاكل اللي تلقاوها الفرق الاخرى اللي ما عند في السيوله الماليه اكزومبل، كان اكزومبل برك انا شديت نيكيب السنه الموسم هذا فريق ماشي خالصين، بصح قسنطينه اللاعبين خالصين مش شهر شهر تجي لو ميساج باللي الابار فاست لك السالير، صافي ديما لو جوار تلقاه بري باللي يلعب لك لعب مرتاح من ناحيه الماديه. انا نقول باللي هذو لي تيتر هذو يزيدوا كبروا لي زيكيب، صافي يعطوهم افاق كبيره، يوجدوا لا شامبيونز ليغ، صافي الشباب قسنطينه انا نقول ونعاود لازم هذا لو تيتر يخليهم يبونسيو بلي يديروا ان سوندر دو فورماسيون، يخليهم بلي يكبروا الفريق ماشي يدوا تيتر يقعدوا يصفقوا حتى تلحق من الشامبيونز ليغ ولعبوا بدايه الموسم الجديد الجاي وهما مازالوا يحتفلوا ما يوجدوا والو. انا نقول بلي احتفالات خلاص يخلوا الانصار هما يلهوا ذوك الامور واحده اخرى اللي تخليهم يخلوا الفريق في المنافسه على الالقاب، المنافسه الدائمه. واضحه الفكره تاعك، نروحوا الى سدين رحيم. قال لي الفرحه خليهم يفرحوا شويه على الاقل سمانه ولا من بعد يعاودوا يهبطوا من السحاب الى الارض. على كل حال نروحوا الى سدين رحيم. سدين رحيم، شوفوا انه ربما الفريق تاع هذا الموسم تاع شباب قسنطينه ليس ذلك القوي الذي يخشاه الجميع، ولكنه بتوليفة استطاع ربما المدرب عمراني والاداره انه يخلقوا فريق منسجم يعني ينافس على اللقب واخذ البطوله في اخر المطاف. لو نبداو الكلام على شباب قسنطينه، تسمى نقسموا الفريق هذا نقسموه الى مرحلتين. في مرحله وين كان قوي خاصة بداية الموسم وين كان قوي، والمرحلة الثانية اللي ضعف المستوى تاعو، وهذا ناتج عن بالك نجم نقول بارابور رامي كسبو في الاكسبيريونس. المشكل هو انه في بداية الموسم شفنا باللي مدرب جاب استراتيجية جديدة، جاب انضباط في الفريق، اللاعبين الكل متحدين على مشوار واحد هو انه الفريق هذا لازم يعاود يولي للسكه الصحيحه بارابور لي سكوندال اللي كنا نسمعوا فيهم من قبل الفريق السياسي. المرحله الثانيه نقول باللي مرحله الماركاتو اللي ما عرفوش يتعاملوا معها، ولذلك المرحله لو نقيموا الفريق هذا في المرحله الثانيه ما نقاوش من احسن الفرق في المرحله الثانيه. نقول باللي بالك الانتدابات اللي في الماركاتو ما عرفوش ما جابوش لي زيليمون اللي يعاونوا الفريق، لانه الفريق كان في حاجه. عمراني هو اللي قال انه ما نحتاجش لاعبين كثر في هذه المناصب، ماشي لا ما ينجمش يقول عمراني بالك اللاعبين ما كاش. لو شوا تاع اللاعبين اللي يسحقهم هو ما لقاش، لانه في الميركاتو نعرفوا الميركاتو تاع الجزائر ما كاش لاعبين اللي يكون في مستوى عالي الفرق تاعو تتلقوا. تفضل لو نتكلموا على المدرب عمراني مثلا، شفنا في خمس مناسبات ربما شفنا انه يكون خاسر ويرجع ويقال انه الشوط الثاني للمدربين. هنا نعتبروا انه المدرب عمراني عنده شخصيه وان يفرضها في غرف تغيير الملابس واللاعبين يطبقوا يعني الكوتشينغ تاعو بحذافيره. فهمت باش نتكلموا على عمراني اون في لقيناه ضحك في المباراه الاخرانيه لقيناه ضحك، وهنا باش تعرف باللي مدرب ما يفرحش كما اللاعبين. بالك اللاعب يفرح يربح مباراه كبيره يفرح، لكن هو غير يخرج من الفيستيار يخمم المباراه الجايه، لانه على باله بلا يستنى فيه في مباراه قويه الاسبوع الجاي. نقول لك باللي الفريق شباب قسنطينه نقطه القوه تاعو هو كان في الشوط الثاني. علاش قلت لك انا الفريق هذا نقسمه لمرحلتين مرحلتين. في لافاسالي كان سيفري اون دوزيام ميطون يولي اون فورس،
لكن في لافاس روتور ولا اون بريمير ميطون يكون اون فورس اون دوزيام ميطون يتراجع. هذه ترجع للجانب البدني ربما هنا. كمل له برك هذه برك بتات في لافاس علي ما كانش حاسبينه هو اللي يلعب له. كان مرتاح يعني نفسيا. بعد كفيزا ومن بعد خرج هو لابيس بلي احنا نلعب شامبيون دي زيكيب كيحوسوا عليهم. بعد الشباب قسنطينه في مرحله الذهاب كيقابل لعب الفرق ماشي بنفس التحضير اللي وجدوه له في دوزيام فاز. بريمير فاز بتات كانت سطيف لوسما لمسيا هذو اللي كانوا يلعبوا اللقب الناس قاعد تحوس عليهم. خرج لهم سياسي خدعهم صافي دير في لالي ما كانش بصح في لوتور لي زيكيب كاع سياسي الله اعلم كمل 39 بوان ولا لي شحال كملوا لالي. لا لا سمير بصح من احلى شحال كملوا سيكيام جورني من سيكيام جورني لي بوان لا فاز شحال كملوا 38 39. يعني وصلوا حقه الهدف ربما البقاء يعني في كان هدفهم في الاول كان البقاء. احنا نقولوا شامبيون ديفال يكمل اونتر 28 حتى 30 بصح هما لحقوا حتى 30 لا لا كانوا بليس جو بونس في هذاك. نعم على كل حال لا لكن نجم نقول لسمير باللي في لافاس لالي فريق تاع شباب قسنطينه منذ الخمسه الجوله الخامسه هو يترصد المجموعه. كان عليه ضغط كبير يعني وكانوا الملاحقين كثر يعني نبداو من وديه الجزائر وفاق سطيف كانوا في الاول ومن بعد رجع اتحاد الجزائر ومن بعد شبيبه الثوره نصر حسين داي يعني اللقب ما كانش سهل يعني في ظل هذه المنافسه. صحيح لكن نقولوا باللي نقطه القوه تاع الفريق هذا نقول باللي خلاص نهار بداوا كملوا لي باركور تاع لا باسالي في لا بريمير بلاس خلاص الشعب ولا يامن اللاعبين كيف كيف ولاو يامنوا. انا نقول باللي فريق شباب قسنطينه ما نقولوش باللي عنده لاعبين من طراز عالي لكن كون مجموعه عمراني قدر يكون مجموعه وبهذه المجموعه اللي نجم يوصل للمبتغى تاع الفريق وما ننساوش الدور الثاني تاع الإدارة نعم. اللي على رأس طارق عرامة اللي نقولوا باللي دار عمل كبير وقوي باش الفريق وصل لهالدرجة. نبقاو مع عمراني وبعد نرجعوا لعرامة وانت تعرفوا جيدا. نروحوا للاعب اللي لعب تحت إشراف عمراني اللي هو سليم بن علي لديه طريقة يعني جيدة في التواصل مع اللاعبين يحمي اللاعبين يوصل الأفكار بطريقة سلسة وواضحة حتى أسلوبه في الخطط والتمارين يعني حديث يعني ربما والانضباط خاصة. تكلمنا على حول المعلم يعني كان المعلم تاعكم فوق الميدان أستاذ. بالمناسبة نباركوا له بالبطولة ونتمنى له المزيد من الإنجازات إن شاء الله والفريق القسنطيني. ما يخفاش عليك عمراني معروف بالصرامة تاعه هي كما نقولوا لا فورس تاع ليكيب وين هو يكون مجموعة كما قال الأخ رحيم مجموعة ما عندهاش مستوى كبير مي في الميدان عندها مستوى كبير يخليك توجور يعطيك عمراني عنده انا كلاعب كنت عندها ودينا كود الجيري يعطيك خليك تحس باللي راه عندك مسؤوليه كبيره يعطيك كيما نقولوا صوالح ان ديريكت وين يخليك تحس باللي عندك مسؤوليه لهذا الفريق ومسؤوليه بالنسبه ليه وين بالصرامه تاعه وكيما نقولوا المعامله تاعه مع اللاعبين اللي جابت نتائج ايجابيه وين ما يروح لابريفو ما يروح يحقق نتائج ايجابيه ونشكر باذن الله. نروحوا لرفيق وحيد وتكلموا ربما حول شركه الابار وكان تكلم عليها ثاني يعني سمير زاوي ربما الامور سهلت لهم امور شركه الابار من الناحيه الماديه يعني الكثير من الفرق تعاني ولكن هذه الشركه اختلفت كثيرا على شركه التاصيلي. شوفوا انه الاجور تسرح يعني في ميقاتها وميعادها الطبيعي. شوفوا انه ايضا حتى التحفيزات الماليه في وقتها جيد جدا ان تكون لك يعني شركه تهنيك من الجانب يعني المالي. شوف انا نختلف مع سمير زاوي يعني مع احتراماتي رايو عنده تتكلموا على الاموال غير في لي سالير وكانه كيخلص الجوار اطون نقدروا نبنيو فريق وانا هذا طرح خاطئ جدا طرح المسيرين اللي مازالوا يستناو الشركات العموميه الشركات ربما الخاصه لي سبونسور جوج باش يعني يتخلصوا من الهاجس اللي هو لو سالير تاع الجوار. من المفروض وحنا في ثامن موسم للاحتراف المساهمين لكل النوادي الكبيره ولا الصغيره ولا النوادي المحترفه يجوا بمشروع
مشروع يقدموه. الأموال اللي تتكلم عليها لازم ننفيستيوها في مشروع واضح، تقدر عندك لا فورماسيون ولا عندك تبني مراكز تكوين. يعني لو سالير انا اللي هي اخر حاجه، كوم الاحتراف مبني فو، يعني الشركه هذه ما تقدرش تدخل لك الاموال، من المفروض الشركه تنفيستي فيها وكاين لو روتور سير انفستيسمون. حنا ما كاينش، حنا ربطهم بلي سالير يخلص ولي سالير ليكيب ما تكونش. واليوم مانيش حاب نقول لك لو سياسي ولا كيما اي فريق في الجزائر كبير انه العام الجاي بتات ما يلعبش البريمير رول. المو بداو كوب دالجيري اون 2015 طاحوا من بعد، شلف داو كوب دالجيري 2005 طاحوا من بعد، المولوديا على ليبوك داو 11 بوان في لالي، فروتو داو 28 بوان، سي با نورمال. مستوى اللاعب الجزائري المستوى على كل الانديه هو بارتيمون لو ميم، عندنا او دو لا كيلكو جوار اللي خارجين على اللولو بارابول دي زوتر جوار. سي بور سيت ريزون كي قلت لي سمير اسمح لي نكمل الفكره فقط، قلت سي بيان سي بيان يكون كل عام يكون فريق يلعب شامبيون. تفضل قبل بالك انا نعطيها لك حسابات ماتيماتيك سياسي، عندهم لو بارتنير تاعهم سي الابار وي ميم كي يلعبوا سنا شامبيون لو بيجي ميم يصير اون اكستنسيون في لو بيجي يقدروا. شلفوا بجايه نعطيك حتى بجايه مع البوش صالي، شلفوا بجايه لعبوا فوق حدهم، صافي دير جابوا دي جوار بور افوار لو تيتر، صافي انت عندك لو بيجي تاعك بور 10 مليار، اون ماس سالاريير تاع 500 مليون بار موا، درتها 2 مليار وصلت لو بيجي. حبس نكمل لك، وصلت وين انك في العام تصرف 20 وانت تدخل 10؟ وي هذيك الغلطه اللي داروها مي سياسي سنا ولا صرف 70، عام جاي يطلعوا 140. لا ديفيرونس نو باسكو تشوف اسمعني سامي فقط هادو الفرق هادو الفرق لا ما يتغبنوش باسكو كاين سويلة المالية لا لا نغبنوش لا ما يتغبنوش ما يتغبنوش نعطيك شوف شوف اللي عنده ان بارتنر كيما سونتراك والابار ما يتغبنوش معليش سامي وين هذه المقولة تاعك بروفوكي ان سوجي مليح نعم هنا كاين خليني نكمل واحد الفكرة فقط كمل معليش كمل راح نقول لك في هذه النقطة بالذات عام الأول واللي قبله واللي قبله سياسي كان عنده شركة سونتراك متمثلة في طاسيلي وكان يصرف أكثر من 70 مليار ولكنه كان يتنافس يعني على البقاء لا هنا الاموال ماشي كل شيء جيستومون كون تو كلام اون بار لا جيستيون انت الاموال تصرف 150 مليار تمدها صالير الجوار راك مني مي سي فو سي ني با نورمال عندك 150 مليار واحد عنده بيجي تاع 20 مليار يدي ديريكتي سي ني با نورمال شوف كل البلدان اللي عندهم شوف روح لمصر تسيب الواك والراجع تروح لمصر تسيب الاهلي والزمالك روح لتونس تسيب النجم الساحلي والترجي روح للاوروب تسيب دي زيكيب باينين مقسمين ناس تلعب بالتيتر ناس تلعب لا فورماسيون وناس تلعب جو سي با جوست باش لو مانتيان هذا هو التقسيم لانه كل واحد وامكانياته والحاجه اللي ما عندناش هنا وما راحش يكون عندنا في الجزائر لانه كاين لي زوبورتينيس في الفوتبول الجزائري انه ما عندناش مشروع اللي دير فيه اون فورماسيون دو باز جوست اللي تخرج لك دي جوار مختلفين في المستوى كل واحد وطريقه التكوين تاعو حسب الامكانيات دو سونتر فورماسيون لي تكنيسيان اللي كاين كل شيء صافي دير كاين المنتوج اللي هو لاعب يكون مختلف من حيث المستوى من بعد الاختلاف في هذا المنتوج يجي الفريق الكبير لك الاتحاد الجزائري ولا وفاق سيف ولا شباب القسنطين اللي عنده امكانيات هو يدي لي ميور جوار ويلعب على التيتر ويلعب على الادوار الاولى في بطوله افريقيا ماشي باش لو فات كي رانا دي بيجي مختلفين ولي كلوب يلعبوا البريمير رول في بنفس الطريقه صافي دي كاين خلل في التسيير لانه احنا عندنا احتراف ولكن في النهايه الانديه كلها متساويه اسكو فو تروفي نورمال صافي 3 و 4 اني اوبارافون انه قبل نهايه البطوله باربع او خمس جولات بين لو برومي لو ديري كاين 11 بوان غير طبيعي بطوله غير طبيعيه اليوم تقول لي قلت وي عندهم شركه وخلصوا الرواتب ماشي المشكل ماشي في الراتب المشكل انه ما عندناش لاعبين من اعلى مستوى ما رضاش نكونوا في اللاعبين وعلى بالك الفرق الوطنيه كيفاش راهي لازم الاجور هذه اليوم باش نقول لك اليوم تفرح باللقب سمح لي كمل بيجي بر ما حاسب الفرق اللي يصرفوا 70 مليار ما تحبش تحاسب كل الفرق ما تحاسبش كاع الفرق كل فرق اسمح لي ما تحاسبش لا معليش ما تحاسبش شلف ما تحاسبش بجايه ما تحاسبش تلمسان معليش حاسب المولوديه اللي صرف 70 يا سمير هذا هو مانيش نحاسبك مانيش حاسبك نو نو نهضر واحد رفيق رفيق خليني نكمل ليدي وقول لي واش حبيت سمير انا كيقول لك نحاسب شلف واي فريق محترف ما نحاسبوش ديريكتومون يقول لك على الدراهم واش صرفت ما نحبسوش على صرفت انا ماشي بيسري انا باش اعطيني البرنامج تاعك على حساب لي 10 مليار يا اوكي سوسي اعطيني البرنامج تاعك حنا نهضروا على الدراهم برك اعطونا البرامج تاعكم وكيفاش تنفذهم وانتم نعرفوا الامكانيات تاع كل فريق هذا هو الفيرتا بروبليم تاع الفوتبول الجزائري اسمع مجوليس ابو لودي شحال صورتك شحال ما فات مدلهم 80 100 مليار
وتشوف 350 مليون 400 مليون بعد باركور بيان بعد شوت ليبر فوتروفي نورمال كلوب مهيكل كبير سقوط حر يا يا ان بروبليم كلكو با حنا ما عندناش نوادي اليوم اوبيف وي سي بيان تديتي تدي كوب دالجيري مي العام الجاي الاستمراريه هي اللي سبب لاننا فاق حنا ما عندناش مسيرين وما عندناش جاي الناس تدي في الاموال مشات هذا العام العام الجاي 140 مليار بيتات ونشوف ونشوف العام الجاي كيما قال خلونا خلونا في اطار العام تاعنا اللي هو شباب قسنطينه ونجحوا في نيل اللقب ونرجعوا الى يا سي كريم نعم. سي كريم نعم. اليوم نتكلم على شباب قسنطينه نعم. ولا اي فريق اللي يكون نعم. في مصلحه شباب قسنطينه نعم. مانيش نقول لك انا ماذا بيا شباب قسنطينه فريق كبير كيما هذا عنده لي زانفراستركتور وفريق عريق لوجيكمون انا نشوف شباب قسنطينه يدير لكوب دافريك انا مانيش حاب شباب قسنطينه العام الجاي يلعب على الهبطه ان شاء الله هذا هو هذا هو الاساس نروحوا نروح تفضل انا سمير زاوي فهمت المقصود تاعو شوف الفرق لما تكون فريق يكون فريق عنده داريه لوي ريسورسيتي كبيره ان بارتنير صحيح ان بارتنير نعطيك اكزومبل برك لي كلوب لي كلوب تاعنا لي 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 صراو لي سكوندال هنايا في الشامبيونات تاعنا شكون لي كلوب كاين سيربي وي بليدا هاد لي كلوب هادو واش البروبليم تاعهم كاين مالي يعني بشكل كان البروبليم تاعهم المالي دونك انت كي تكون عندك شركه كبيره كي تكون عندك شركه تكون كبيره مرتاح مالي. كي تاسوري لاني تاعك انت كي يقرفوا لك اللاعبين شكون 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 المشكل رفيق زيدك شو حاجه رفيق زيدك حاجه مليحه ديرها هنا في راسك برك نعطيك برك لو سياسي نحو كاع شركات الابار هذه وي. لو كان حنا انت تقول لي الاحتراف الاحتراف ينجح الشعب هو اللي ينجح السياسي عندها سيبورتور 60 ميل وي هيا قبل لا بيوتي تاعهم دخلت على الستاد يمشوا ليكيب تاعهم بيان سور عندي معاك بيان سور ما عندناش مشكل البروفيسيونيزم هذا اللي داروه ما داروش باز سوليد قال حنا يا الفيفا قلت لك قلع قلع انت تصرف 70 مليار في العام ما تقدرش تنحي 10 تشري بها لوتينا ما تنحيش كل عام العام تبني دير سان سونتر فيه لا ميدسين نعطيك اكزومبل حنا شلف واحد الوقت قلت للبريزيدون تبدي نديروا اون سال دانفيرميير صافي فيها كل شيء تسقام واحد 400 مليون والله بصح كي يشوف البريزيدون 400 مليون يقول لك لا لا اسمح لي 400 مليون نقدر نجيب بها 3 جوال نقدر ندير بها هذه فهمتني صح اللي كيبيع 70 مليار تخمم فقط صح اللي كيبيع 70 مليار تنحي 10 يعني على الاقل روح نتكلموا على طارق علامة هو صديق ليك ولعبت معه ايضا شباب قسنطينه ولعبت معه ايضا في باتنا اللاعب السابق واليوم راه يعني مسير يعني كان من بين المخططين المهندسين لنيل هذا اللقب وفر الظروف اللازمه للاعبين وحماهم من الخلاطين انا الانسان هذا لازم نعطيو له حقه لانه نعم. برسك لافاس تاع العام اللي فات الموسم نعم. اللي فات لافاس روتور وزيد هذا الموسم نقول باللي اللمسه تاعو كانت اوطونك مسؤول اداري دار الواجب تاعو حمى اللاعبين حمى المدرب تاعو كذلك كاين كومينيكاسيون مليحه مع الـ مع الـ مع الـ لا لا مع, مع الإدارة. الجمهور مع الجمهور نعم. لانه الجمهور السياسي ماهوش ساهل باش يكون في علمك باش تقنعو وتتكلم معاه وتبان وتحمي اللاعبين ماهيش بالساهل انا نقول باللي طارق عمل في اول موسم له الى بروفي كو انسان هذا اوطونك لاعب قديم عطى الإضافة الكبيرة وين كنا نشوفه من قبل البروبلم تاع السياسي سيتي لي ديريجون تاعو كل نهار نشوفوا مشكل هذا سوء تسيير واليوم ربما لما كان تسيير منطقي الفريق ديريجون اللي رايح حبسه عندهم عندهم الخلاطين تاعهم اللي خلطوا لهم ومن بعد يجوا هذوك اللي كانوا حاكمين اللي ولوا هما اللي خلطوا انا نقول باللي عرامة مد الاضافه كاين نيه صدقه مع المدرب دار استقرار خلى الاستقرار ما خلاش الناس تدخل على دروات الكوش ولا فان شوفوا لا ريوسيت تاع الكلوب هذا سي ما نجموش نقولوا عرامه وحده لكن نقولوا اسره تاع السياسي كاع خدموا كلمه واحده وتوجهوا على فان بلوتيت تاعهم مليح دونك هو راه وليد الفريق ورياضي انا نقول لازم يزيد لو بليس للسياسي دونك عنده السيوليه الماليه كما نقول لك منين يجيب ماهوش اللي راح يبحث على لي سبونسور ويقدر يعيي في روحه انا نقول البروفيت دوك ينصالي صالح في السياسي قال يدير ان سونتر سبيسيال لي جون هما بداو مركز على كل عندهم مركز لازم هو يمبوزي روحه هو لازم يخلي دونك راه جاب الشامبيونات لازم يخلي حاجه تخدم اكزومبل يبني سونتر يبني باش عارف يجيب صالح كيما لي كلوب بروفيسيونيل دونك راه هو اللي تبحث على الاحتراف الحقيقي ماشي الاحتراف دوكا ماهوش الرواتب راه ماهوش الناس اللي حبه دوكا يخمم كيف نجيب دراهم كيف نسلف كيف ندير نو دوكا كاينه دخلي داك جبد مي دخلي داك جبد قيسهم في بلاصتهم صافي الناس قال في وقت عرامه
بنينا لو سونتر دو فورماسيون وقت راه ما بنينا لو سونتر دو بريباراسيون تاع ليكيب ا. هذا هو انا بو موا لازم يخلي لي زيكيبمون سياسي فوالا في هذو وعلى بالي بلي يديرها باسكو علاه دونك هذو الابار ام ذوقوا معها تيتر صافي دير بدات معهم مليحه دونك تكون يعني علاقه تكون احسن واحسن. نروحوا الى فاصل اشهاري ثم نعود لمواصله الحديث والنقاش. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا نتكلم قبل الفاصل حول تتويج شباب قسنطينة بلقب هذا الدوري، كان نقاش ساخن هنا بين الضيوف. وحقيقة أنه تجد مخضرا مثل سمير زاوي يقول أنه لازم يخلي علامة ربما تلك البصمة لأنه مرتاح ماديا الفريق، هذا أمر جيد. نروح إلى سليم بن علي، كان يتكلم حول الأموال وهذا شيء يعني شيء يعني جيد جدا لما تكون كلاعب وتكون مرتاح من الناحية المادية، يعني الإدارة تاعك تعطيك الأموال في الوقت اللازم والمنح في الوقت اللازم، هذا يمنحك ثقة أكبر من الإدارة ويخليك أنك مطالب بالرد فوق الميدان. صح، هي حاجة الأولى اللاعب اللي لازم ما يديرش لوبجيكتيف تاعه هو الأموال. نعم. باسكو إلا دار لوبجيكتيف تاعه هو الأموال ما يدير والو في الكاريير تاعه في حياته الكروية. مي كيما قال لك الشيخ سمير، اللاعب كي تحطه في ظروف حسنة وين يعرف باللي شاك أموال خالص والأموال تاعه مضمونة يكون مرتاح نفسيا، يكون مرتاح يقدم لك اضافه في الميدان. ودروك اغلبيه الفرق يربطوا اللاعبين بالنتائج. نعم. لازم تفوت بالمباريات باش نعطيك صالير، لازم تفوز باش نعطيك حقوق تاعك، تسمى يحطها في موقع كيما نقولوا في ظروف صعيبه. نعم. وين اللاعب يكون يخمم في المباراه يولي يخمم في مباراه وفي الاموال. نعم. تسمى يدخل ستريسي في المباراه وكي تزيد الضغط على اللاعبين ما تقارعش منها البليس، بصح كي تحطها في ظروف حسنه يعطيك ما تكونش انت تستنى منه. يعني انت كلاعب يعني وعلى بالي الاصول تاعك من قسنطينه ايضا راك يعني فرحان بهذا التتويج، خاصه انه يحمل نفس الوان الفريق اللي راك تلعب فيه. يعني ككلمه فقط ننهي بها هذا الملف تاع شباب قسنطينه، يعني كلمه للانصار للاداره كلاعب يعني ايضا توجهها. كما نقولوا نتمنى لهم المزيد من النجاح، وفريق قسنطين يستاهل ما هو اكثر، خاصه الجمهور تاعه وين تشوف كما قال لك الملعب مقتضى عن اخره. هذه كما نقولوا هذه الحاجه اللي حقوها في باخذ البطوله كما نقولوا ياخذوها بعين الاعتبار وين يزيدوا يخموا في حاجه بوزيتيف للفريق. لازم تكون كبدايه كما كان يقول رفيق، بدايه لعهد جديد مع تتويجات حتى لا يعاود يعني الفريق يعاود يتقوقع مثل ما كان في فتره. ان شاء الله دائما يقعد يلعبوا لي بريمير رول باسكو نادي كبير ان شاء الله يكونوا اقوياء سي البلون كونتينونتال. والله صراحه شحال من واحد يعني يتصل من انصار شباب قسنطينه يقول انه رفيق وحيد يهضر الصح يعني يقول واش اللي كاين. لازم نتكلم من اجل مصلحه الكره الجزائريه، حنا ولفنا في لي بلاطو بيتيت عندنا خلفيات ولا عندنا بيتيت بارتي بري سي فو، يلفو نقولوا لي فيريتي كيما راهم ملاح ماشي ملاح بور افونسي، سينو كنقولوا لا نجاملوا نجاملك نقعدوا ندوروا نضربوا بيناتنا والناس يدوا لي كوب دافريك. نعم. فوالا لي المصريين التوانسه المغاربه يدوا لي كوب دافريك وانت قاعد وانت تضارب عندنا شغل اللي بركيك ماشي اللي كمل فكره فك سامي سي صح. نعم. احنا طحنا في نيمبورت كوا. نعم. كمل الفكره نعطيك سؤال انا معليش اسال كيما حبيت. احنا تكلمنا يعني وي ما نقش من قيمه اداره النادي اللي ستمو وفرت الامكانيات وعطات دار ثقه في المدرب واللاعبين، لكن هذا يجي في المقام الثاني. رانا سرقنا حق عبد القادر عمراني، اليوم التقدير يجي لعبد القادر. نعم. عمراني اليوم كي نهضروا شغل ما كاش لو ترينر. نعم كنا تكلمنا عليه هو الاول خلص فيريلو يلعب مليح شو ما كاش مدرب. لا وحنا تكلمنا على رابح ما جا ومدرب كما كاش مدرب عبد القادر عمراني ما تخلصهمش 3 مو قول الشيخ قول له ماشي ليكيب والله الشيخ يروح لك معاهم والله العظيم. اسمح لي نسقسيك رفيق منك رفيق صح تكلم معاك بصراحه تكلموا او جاوبك رفيق جاوبكم هو جاوبك او جاوبك انا نطرح لك سؤال. روح. شباب قسنطينه قبل ابار كان عنده ناس كان عنده شركه تصيري تمدرها حتى 70 مليار 70 مليار وضمنوا البقاء بصعوبه ما داوش تيتر. انا نتكلموا حنا في الفيديو في الفيتير عنده 21 سنه ما عندهاش 21 يوم
جو ريغريت مون امي جو ريغريت مون امي الدراهم مانيش نقول لك في الفوتبول انا مانيش نقول لك تسامح الدراهم لا لا في المقام الثاني ولكن يا ناس في الفوتبول ماشي الفوتبول ماشي تكنيك الفوتبول شو الفيرمو اللي يخلص كثر يدي شامبيونا عبد القادر عمراني سال فيها بزاف لو ميريت عبد القادر عمراني اسمح لي ثقه حره المدرب عبد القادر عمراني لا الفوتبول لا وجه لا المدرب عبد القادر عمراني سمير نقول لك حاجه برك اسمح لي خليه يقول عبد القادر عمراني انا كلاعب لعبت عنده كان محمي اللاعبين يساهم فيها صح كيما قال كيما تقول انت ماشي لوبجيكتيف دراهم بصح كان يحمي اللاعبين تسال تروما ولا بصح هو الضمان كان يدخل بين الاداره واللاعبين يا سليم واش قلت لك انا مانيش نحي لو ميريت تاع الاداره يا اخي وزنت كلامي من الاول بديت بهذه باش ما تحكمونيش لو ميريت يولي الاداره لانه كان الاموال حطوا اللاعبين في ظروف مليحه المدرب في ظروف مليحه داروا ثقه كي كانوا هذو منين هذو ظروف مليحه منين ولكن اسمح لي كيفاش ظروف مليحه اللي حطوا بالجانب المالي بيان سور بالجانب المالي هذا وي يعني معاك بيان سور انا نعطيها لك انا نعطيها لك شوف باتريسي كاين دراهم واحدة وزوج دراهم وثلاثة دراهم فوالا ايوه صافي دير انت مدرب ديفوندي هاد هاد والله ما تخلص لي جوال والله العظيم وتجيب كابيلو انا نقولها لك يا سمع معليش معليش كان لي جوال كانوا خالصين يا سمير كانوا خالصين ما داوش تيتر يا ناس حبيت تقلعوا للميري تاع عبد القادر العمراني تاع المدرب ما حياش واحد نورمال انا الشيخ ما قلناش عليه والو احنا ماش نهضروا كان نقول عليه والو اسمح لي الطرح تاعكم مانيش كودر على واحد انت واحد 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 انت انت باغي تعرض والله اليوم ما تلقى واحد ما يعرفك اليوم انت اليوم راك ابي انا نقول خليني مصدوم انه الكلام جاء من المدرب شوف خدمه عنده غدوه رفيق انا غدوه تحت نيغوسي لا المدرب اسمح لي اسمح لي غدوه تحت نيغوسي تقول لهم هذا سمير زاوي لاعب دولي وعندي وانا مدرب هاو اللي يقول تقول لهم هاو الصالير تاعي يقول لك خويا سمير قادروك حنا حنخلصوا جواره ما تكسرش راسك ندو شامبيون بلا بيك اوقف انت غير في البون هكذا حبيت رفيق ماكش فاهم ايش قلنا انت في البون ربما رحيم عنده راي في هذا الموضوع خلي نسمع خلي نسمع راي رحيم من هيك رفيق انت راك نيتك حاجه وهذا نيتو حاجه واحده اخرى شوف من المستحيل انا خدمت في التيران اسمع لاعب راه يتكلموا معاك مدربين ولاعبين لاعب لاعب باش انت تشدو وتطبق عليه واش راك حاب طبق عليه الانضباط لير في لونطريمون يدير كاش ديكا سونكسيونير معليش 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 هادو واش الظروف هادو اللي راهم يتكلموا عليهم هادو يعاملوا المدرب مانيش نقولوا مدرب ما عندوش امكانيات دوك انت لاعب لاعب اللي ما تقضاش شهرين ثلاث شهور واش من لونغاج راح تتكلم معاه نتكلم معاك مالا نتكلم معاك بصراحه وجاوبوني بصراحه بيان سور ما كاش اللي عنده امكانيات كيما المنتخب الوطني صوت تاع سيدي موسى فول سبيسيال لي بريم في الوقت الناس لاباس بها خرج بريم ديال كوب دافريك ورانا في حبطه مع المدرب رابح ماجر صافي ماشي لا فوت تاع ماجر لا لا سي سا هذا هذا لا لا مانيش نقول لك امكانيات لا 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 راح تاكم فوق اسمح لي رانا نتكلموا لا لا غدوه 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 خلصوا لي اسمح لي اسمحوا لي بول لو تان غدوه خلصوا لي جوار يلعبوا البابي فوت سي سا تيليكي يدير جوار يلعبوا وحده بس بس نفهمك برك انا بس انت جبت المنتخب الوطني وي اي بصح المنتخب الوطني ينافس في فرق عندها الامكانيات كما هو اسمعني مليح كوت ديفوار الكاميرون نيجيريا كيف ما دامش اسمح لي ماذا كنا احسن من هذا اسمح لي اسمح لي عندهم ديسبور عندهم رانا ساكن جو الشامبيون دي زيكيب كيف ماشي ميزان واحد رانا نبتعدوا على الموضوع خلينا في الموضوع ونباركوا لشباب قسنطينه هذا الصعود تاعو وان ايضا نحييو المدرب عبد القادر العمراني اللي قدم يعني الكثير للفريق يعني وكان اول بطوله تاعو مع شباب قسنطينه العرام الذي لعب دور المنسق بين اللاعبين والاداره ووفر الظروف اللازمه وشركه الابار ملاك الفريق الذين وفروا الاموال بدينا بعمراني هو الاول اللاعبين على كل حال هكذا باش 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 نختموا هذا الملف ونروحوا معليش خلينا نروحوا لموضوع اخر اللي هو المنافسه اللي بدا بها يعني سمير زاوي وكانه يعني بدا كان على باله واش راح نتكلموا المنافسه هذا الموسم كانت قويه جدا بين الفرق ولكن الشيء الجميل انه شفنا أربعة خمسة ست فرق اللي كانت قادره على ان اللقب وحتى البقاء لعب الى غايه الجوله الاخيره نتابع هذا التقرير الذي اعده لنا معاذ مرودي ثم نعود هو موسم لم يختلف عن سابقه من حيث المنافسه سواء على لقب البطوله والمراكز المؤهله للمنافسات القاريه او من اجل تفادي السقوط موسم لم تعرف فيه هوية المتوج باللقب شباب قسنطينة إلى غاية الجولة 29 بعدما لقي منافسة كبيرة من مولودية الجزائر العائد في الجولات الأخيرة فيما لا يزال لم يفصل بعد
في اسم الوصيف وصاحب المركز الثالث. ولو أن شبيبة الصورة اقتربت من خطفه بعد انفرادها به عقب الفوز على مولودية وهران وتعثر نصر حسين داي أمام شباب بلوزداد، ما جعل الفارق بينهما يتسع لنقطتين. وفي حال التساوي في الجولة الأخيرة فإن الكفة ستميل لصالح نسور الجنوب بحكم فوزهم ذهبا وتعادلهم إيابا. التنافس لم يقتصر على مقدمة الترتيب، فورقة البقاء كانت حلقة أبرز في صراع هذا الموسم. وإن تم التعرف على هوية المغادر الأول اتحاد البوليدة منذ جولات، تلاه اتحاد الحراش الذي ترسم سقوطه في الجولة 27، فإن اسم المغادر الثالث أجل للجولة الأخيرة. وأولمبي المدية، اتحاد بسكرة ودفاع تجنان يلعبون مصيرهم، وبقاؤهم من عدمه سيعرف في جولة إسدال الستار. لأن كان هذا تقرير لمعاد المرودي، كان سليم بن علي كان يتكلم حول المدرب عمراني، لأنه غلقنا القوس ولكن حب يقول كلمة. إيه قلت له، جيت نقول له كلمة على الشيخ عمراني اللي هو مدرب كبير. عمراني هو ما يروح الفرق اللي يروح لهم، أنا كلاعب لعبت عنده، كون ما يكونش لاعب في ظروف حسنة ودي دراهمه ما يعملش، باسكو الحاجة اللي غادي يبنيها يعاود يهدمها. باسكو المشكل تاع اللاعبين في هذا كيما نقول العقلية تاع اللاعب الجزائري هي المشكل المالي. يعني يكون يخمم دائما في الجانب المادي، لانه يقول لك يهضموا الحقوق تاعي. وصح، وعنده الحق الجوار. نعم. كي ما يكونش خالص ما غاديش يكونسونطري معاه في الخدمه. وزيد نحيي المدرب عبد القادر عمراني مره اخرى، تحيه ماشي صغيره كبيره، زيدوا كملوا حيوا هكذا باش رفيق وحيد عندك الحق، والمدرب يستاهل تحيه التقدير، لانه حتى لما شوف كاينه واحد الامور تصرى، لما يخسر يدير تصريح ولما يربح تلقاه ما يديرش تصريح، يعني يخلي الفضل وكانوا المساعدين يخليهم يبانوا، وهذا امور جيده في المدرب عبد القادر عمراني. دقيقه برك معلومه ثانيه، الشيخ عمراني سي لو 4ème تيتر تاعو ابري 3 كوب دالجيري، سي هذه اول مره يدير البطوله، هو اول مره يدير البطوله 2005. هو خدام، هو الشيخ عمراني خدام يبغي العمل تاعو. احنا واحد اللي ما بغاش يفهم، انا ما نقدرش نفهموها له هكذا، لازم تعرف شنو، لازم العام الجاي يجي معايا والله مع زين يخدم معنا واحد سيمو في ليكيب، يعرف ابط التيرا ثم تعرف شنو هي الدراهم وشنو هي الجوال. نقول لك علاش من المفروض انه النادي محترم عنده الامكانيات، حنا نزلنا واحد الدرجه لتحتها، لوجيكمون كاين الامكانيات كاع كامل لي مويان باش يجي لو رول تاع لونترينور باش يزيد لك هذيك القفزه، فهمت؟ شوف لازم انت اداريا دير خدمتك باش يجي ريزولتا، سي تكنيك وي تجتمع كل عام. نخرجوا شويه على الموضوع دقيقه، بصح والله غيفيد الكره الجزائريه. معليش عطينا واش يفيد. نعطيك ان اكزومبل برك، وقلتها هضرت عليها بزاف، اولمبي المدية. عباك واش داروا؟ واش داروا في ديبي سيزون؟ مشاو قيسهم، قيس البيجي تاعهم، نقصوا لا ماسالير، باعوا كاع لي جوال، جابوا دي جوال افيك دي بتي سالير. انا واش قلت؟ قلت لا ما سقطوش، يقدروا يعمروا في القسم الاول كثير، علاه؟ باسكو يمشيو قيسهم ما يخرجوش في ازمات، عندهم فلسفه في التسيير. نعم داروها سيماني، انا والله غير نبارك له لي كوراجو السمانه هذه يصلوا للمانتيان تاعو. نقول له باللي مشى قيسو سنا وجد بتاتر 5 و6 جوال العام جاي كيف هذا يعمر في العلاب، علاه؟ باسكو يمشي قيسو ماهوش يصرف فوق حدو، يصرف في البيجي تاعو. هذا هو. اما الفرق الاخرى اللي تخمم انه الشعب يديرهم لاكلاف والشعب يدير الشامبيون ويجيبوا دي جوار تاع 180 هو باقي شي وجهه، هذا هو اللي هلك لي زيكيب. سمير هذا الشارع هو اللي يسير، راك على بالك باللي انت مدرب ما تقدرش تحمي اللاعبين تاعك، لانه ربما يجيو يعني الجماهير والانصار الغاضبين يمنعوكم من التدريب، يمنعوكم من كل شيء. انا نشوفوا على بالنا واش كاين، نتكلموا حول الموضوع هذا تاع المنافسه اللي كانت بين 4 ولا 5 فرق. نبداو مع رحيم، شيء جميل انه نشوفوا هذه الامور في البطوله الجزائريه. الى غايه اللحظات الاخيره كان من قبل نشوفوا انه الفريق اللي يتوج باللقب ربما 5-6 جولات خلاص راهو عنده 10 ولا 11 نقطه، يعني راهو بعيد على الثاني. شو المميز في هذه البطوله والموسم خصيصا هذا الموسم هذا؟ نقولوا باللي الفرق اللي ما كناش ننتظروها انها تكون في البوديوم، ولا ما كانش عندها الاولويات. نعم. اللي كنا في دوبي سيزون الناس ما كانش دير لها حسابها، مي على فان دي شامبيونا شفنا باللي فرق اللي دابيتود نشوفوا سطيف وليسما والمولوديا، لكن هذه الخطره شفنا باللي
نصر حسين داي شبيبه الثوره باش الثوره ماشي الثوره الثوره ماهيش مفاجاه لانه الثوره صافي لي 3 زاني الاخرانيين ولا لا بروف كو لا بارتيسيبي لا شامبيونز ليغ او كونترير سي بيان دوك الموسم هذا تعاود تتحكك مع لا شامبيونز ليغ وعلى بالي باللي لو كان تكمل في هذا الديناميكيه ولا في هذه الاستراتيجي على بالي باللي يفون امبوزي روحهم في لا شامبيونز ليغ. نقولوا باللي لا ساتيسفاكسيون سورتو بور لو نات اللي فريمون بالك ما كان حتى كلاب اللي ما كان حتى الفرق كان يستناو بالباركور اللي داروها سواء من ناحيه التشكيله لانه عنده تشكيله جان مدرب كيف جان انا نقول باللي الباركور اللي داروه الناد فيليسيتيوهم بارابور تو الباركور تاع الشامبيونا لي زيكيب اللي كنا نستناوهم سواء لوسما ولا سطيف نقولوا خيبوا الجماهير تاعهم الموسم هذا موسم للنسيان وهذا هذه هي حلاوه الشامبيونال لانه نشوفوا ديزيكيب جايين جدد هكذا باش الشامبيونال تولي فرق اللي ما تكونش دير لها حسابها تخرج لك في اخر دقيقه. نعم سمير زاوي كنت تكلمت حول هذا الموضوع وحتى ننتقلوا الى موضوع اخر ايضا يعني هل تعتبر انه هذا مؤشر لقوه البطوله هذا الموسم ام بالعكس انه ربما غياب الفرق اللي كما كان يقول وكما قلت انت ايضا مثل وفاق سطيف واتحاد الجزائر هو اللي خلق هذا النوع من المنافسه. شوف هي في بدايه الموسم الاضواء تروح وفاق سطيف مولات العاصمه اتحاد العاصمه شباب القبائل زمان والاخرين نعطوهم ان بورسنتاج قليل. هذا الموسم الله اعلم لما تخونيش الذاكره بالك كانوا اجور مع الشامبيونا شباب الوزداد هو اللي قلع مليح ياك شفتو ومن بعد جاب سلسله من التعادلات 9-4 نو بعد دخلوا في دوامه تاع مشاكل راك شوف اداره هو اللي قلع مليح انت تقول لك مليح انا نقول لك باللي هذا عاود وليها له قول له ماكش نقول له ماليا ما تدخلوش في جدال معليش كمل الفكره تاعك مش من زاويه تماما نعم نو ما بغيتش نقول جبد لك الازمه الماليه وقلت خليها لك خير وحدها نو ماهوش مشكل من بعديك تعرف بدات الشامبيونا سياسي من السانكيم جورني شد المرتبه الاولى راك تعرف لي زيكيب كما قال منا كاين دي زيكيب ما يدخلوش ديريكتومون في لو بان ابي لا بريباراسيون لا شارج كذا حتى 7 8 جورني بان يفطنوا وكاين دي زيكيب يفطن من الديبي وبعد ما يكونش داير بريباراسيون تروح له نيجاتيف 8 9 جورني بدينا نشوفوا الشامبيونا بدينا نشوفوا لي زيكيب اللي راهم بري ما ديك راك تعرف انت كي تلحق لا فاز بريسك لالي تخلص يبانوا لي زيكيب اللي رياحيه ماليه لي زيكيب اللي عندهم لي فيكتيف لي زيكيب اللي عندهم ليكسبيريونس هذو كيكملوا بصح لي زيكيب اللي عندهم مشاكل كيما هذو ثم يبداو يلعبوا لو مانتيان تقسم حنا كيسيون سي با نيفو والله سي با نيفو في الجزائر والله الامكانيات. نعم نتكلموا حول المانتيان والبقاء رفيق وحيد حتى في البقاء يعني في مؤخره الترتيب يعني الامور يعني صعبه جدا ومعقده الى بعد درجه نشوفوا انه الاولمبي المديه وايضا اتحاد بسكره يعني الامور يعني مازال ما ضبطتش ومازال ما عرفناش شكون اللي راح يسقط يعني ويرافق اتحاد الحراش واتحاد بوليده. رانا مع الخضره يعني سياسي خضره وكحله الموب خضره وكحله واتحاد بسكره خضره وكحله. نعم في ذيل الترتيب انا بور مو الامور تقريبا واضحه. صح وي. والله يعطيك الصحه رفيق قبل سؤالك نعطيك في الجانب هذا هذه اللي احنا ما قدرناش انا دي فوا كيعرضوني في التلفزيون عندنا نربحوا العيب حاله. والله العظيم تهضر انت هذا كاس قال باللي في البلاصه الفلانيه حقرونا ومشي مليح تحقر الناس هذوك ما يقولكش ودي بالك غلطنا نضربوا سماح يشوفوا عليك يقول لك كيف هضرت علينا باللي حق تقدر دير تزبل انت كيف نقول لك انا انت مليح انا كتبت عندي في الخبر على ابو غراره وعلى بالي كان مهدد بالقتل من بعض انصار امل عين مرير ما هو شيء كامل ماشي نورمال يعيط لي ايه اشبال الانصار يعيط لي بنصيد في التليفون كيفاش تقول؟ اي قال لي اسمع غير اليهودي قلت له علاش تقول علينا حبيبي؟ اسمع ايش ني با نورمال قال لك هما داروا المسرحيه وكسروا البيس تاعهم ما يدير المسرحيه ما جيستيفيش لا جيستيفيا فهمت
انت شفنا ما يكون انا عندي يا وليدي ولا خويا ولا مناصر ويدير حاجه ماهيش مليحه جو دينونس نقول يا جماعه اسمحوا لنا ما يمثلوش كل سكان عين المدينه اللي الناس ملاحين المدينه كاين كالكوزا داروا هاد لاكت هو يهبط للدرجه تاع مشاغب ماشي مي با مناصر يعني مناصر كبير عليه رفيق ولو بروبليم راهو دوكا عند المراسل يخاف نعطيك اكزومبل هنا انا رحت في عين رحت في العلمه طامع نربح وي الله يسري عليك انت العلمة ما قلعتش مليح تحمل مسؤوليتك انت ما سقمش ليكيب تاعك قلت باللي خسرت رياضيا داخل الملعب ربحوني فوتبول وي في التينال جا واحد حب يضربني هربت له المراسل تاعهم تاع جريده زعما رقم واحد يقول لهم باللي الزاويه تادي الزاويه تادي خايف منه بروبليم وراه صحفي ما وصلش معلومه الزاويه تادي انا حبيت نقول لك عندنا كي نجيو اللي بلاطو ونحكي ما نقدروش نقولوا الحقيقه ماشي نخافوا رانا نعانيو من مشكل اللي هو كنا تكلمنا عليه من قبل انه مراسلين مناصرين وهذا مشكل كبير وخلي بسكره نهضر على بسكره ماناش نقول لك اسمع انا نقول الحقيقه مانيش ضد عيد المليله ولا المولد ولا السياسي باش نمروا الى وي انا سي امبورتون على بالي عندك افكار كثيره لكن عندنا وقت انا في المولوديه كاين مشاغبين في السياسي كاين بارتو كاين مليح وكاين مكان وي كالكوزا ما يمثلوش كامل عيد المليله ما يمثلوش كامل السياسي هي تتكلم عن البطوله الثانيه هذه لاجوني تمشي كوريكت نعم خلينا خلي مليح هذا السؤال سي لو بلون باسكو راه هذا المصير تاع كوريكت لا هي اليوم الاقرب للسقوط هو اتحاد بسكرة 31 بوان الارتيكل 81 من ريغلومون تاع شامبيونا بروفيسيونال يقول لك يعطي الاولويه لفارق الاهداف الخاص كولا فيلاج بارتيكولي يعني كي يكون يتساووا زوج يقول لك واش داروا هما لي روتول عدد النقاط ولا كانوا الماتشين عدد الاهداف سي سي لا ميم شوز باش يجوزوا المعايير اخرى بسكرا عندها لوبورتيني عندها خير من المديه جو بونس تاجنات كولا فيلاج بارتيكولي ولكن هل توصل اتحاد بسكرا وتتساوى مع عدد النقاط مع المديه ومع تاجنات المديه تنسوفي نصر حسين داي انت تقول لي من المنطق انها عندهم 22 ماتش ما خسروش من المنطق تقول بلي صعب على المديه حتى انها تلعب ادوميسيل انها تربح مع اون ايكيب ما خسرتش صافي 22 ولا 23 ماتش ولكن لا سيرفي تاع المديه سي لو ماتش لي 3 بوان هادو نات براتيكمون جودي خسروا لا دوزيام بلاص صورة تجي المولوديه تقدر تربح جو سي با هما المهم مستحيله توتي بوسيبل ولكن صعب انه النهد تولي بان بوان من المديه تاجناند يروحوا للبلوزداد سي ار بي تاجنات خصهم ان بوان سي ار بي يسلكوا ان بوان ان ماتش اللي يسلك تاجنات يخرجوا من الحسابات يعني تاجنات مصيرها بيديها المديه مصيرها بيديها الا يتحاس بسكره لازم تفوز في الجوله الاخيره وتستناو الريطا اي سا سان باري فريمون ان بو سا ريف دو لامبوسيبل نعم بيتات تصرا بيتات صرا كيما صرات وقتكم وتحيه على كل حال لعبتوا بالون مع لامسيو وطاحوا لامسيو في شلف الناس زافوا عليكم ولكن سيتي هما لي تيك سبورتيف سي صالح على كل حال نمر الى الموضوع الموالي كنا نتكلموا حول الرابطه المحترفه الاولى والمنافسه في الرابطه المحترفه الاولى بين الفرق ولكن في الرابطه المحترفه الثانيه لم تختلف الامور هذا تقرير لسمير باضي يلخص لنا كيف جرت الامور المشهد العام في الرابطه المحترفه الثانيه في موسم استثنائي ومثير ميز بطولة المحترفية الثاني من هي الفرق الثلاث الصاعدة إلى دور الأضواء ومن هي الأندية النازلة إلى قسم الهواة سؤال تعودنا معرفة الإجابة عنه قبل نهاية كل موسم بعدة جولات لكن في بطولة الموسم الحالي تم الإجابة على نصف السؤال وبقي النصف الآخر إلى حين يسدل الستار بطولة تداول على قيادة صدارتها ثلاثة أندية مولودية بجاية، جمعية عين مليلة وشبيبة بجاية فحقق الأول والثاني الهدف فيما يبقى الثالث يتنافس بما أن هناك فريق رابع يراقب السباق عن قرب اسمه أهلي البرج الذي يبقى مطالب بالفوز في مباراته أمام جمعية شلف وانتظر خدمة من وداد تلمسان الذي يستقبل شبيبة بجاية بما أن فارق نقطتين فقط بينهما وبما أنه موسم الإثارة والتشويق فإن السسبانس يبقى قائم حتى الجولة الأخيرة التي قد يتغلب فيها عامل الكولس على اللعب النظيف أما في ذيل الترتيب المنافسة هي الأخرى كانت كبيرة التي ضمن فيها البقاء كلا من رائد القبة أمل بوسعادة وجمعية وهران فيما يبقى مولودية العلمة شباب باتنا وغالم عسكر يصارعون على بطاقة واحدة على أن يلتحق اثنان منهم بشباب عين الفكرون بقسم الهوات لنبقى ننتظر ونترقب عن ما ستحمله الجولة 30 والأخيرة من عمر البطولة المحترفة الثانية
إذن فريقان صعدا إلى الرابطة المحترفة الأولى، مولودية بجاية وجمعية عين مليلة، والثالث ينتظر أو ينتظر إلى غاية الجولة الأخيرة للتعرف على هويته. معنا واحد من بين صناع الفرحة في فريق مولودية بجاية وهو سليم بن علي. سليم، عشت موسم ماشي سهل، صعب باش حقق صعود في الرابطة المحترفة الثانية. عشت يعني في الرابطة المحترفة الأولى ربما صعبة، ولكن الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى يكلف الكثير. صح، عشنا احنا موسم صعب، كان موسم استثنائي بالنسبة لنا والإدارة والأنصار. كما قلت أنت، البطولة المحترفة الأول والبطولة المحترف الثاني تختلف كبير، خاطر البطولة المحترف الثاني هي صعبة بزاف. مي الحمد لله احنا وجدنا صعوبات كبيرة طيلة الموسم، مي كانت الأوبجيكتيف تاعنا واحد هو الصعود، والحمد لله حققناه كما نقولوا بإرادة كبيرة تاع لاعبين وتاع اراده تاع اداره، عفوا من الاداره، وكما نقولوا وفرت لنا امكانيات ووفرت لنا من الجانب المالي. ما كانش عندكم يعني مشاكل؟ ما عندناش مشكل مالي، احنا الحمد لله. زعما واحد يقول كلمه الحق يقولها، كنا نسالو نلحقوا حتى ل 3 موا بصح يفيرسونا موا دو موا، توجور نقعدوا سالير موا دو موا. سبقتني في الكلام، وين بغيت نقول لك الاداره حطتنا في ارتياحيه تامه، ما دارتش علينا الضغط على الصعود، وما دارتش علينا الضغط باش نخمو في الاموال. نعم، هو لوبجيكتيف واحد. هذا جوكر، هذا جوكر، هذا جوكر، جوكر نستعملوه فيما بعد. سمعتني ولا ما سمعتش؟ سمعت ترجع لي. هو قال لك شك قال لك نحكوا دو تروا مون، انا الجوار تاعي 8 شهور ماشي خالصين. شحال؟ 8 شهور. الله يبارك، هذا 8 شهور هذا لعب باطل. نو بريزيدون جدا لهم، خلصهم في الموسم اللي فات ومقلع معاهم شهرين الا الجدد. شتلا ديفيرونس والله؟ خليه يكمل برك الله. ملي كي تلعب لاكسيسيون ماشي ما قلتلكش انا الدراهم. لا زيا كاين جوكر، جوكر هذا رفيق. خليه يكمل بن علي. ما تقللش من قيمه التقنيه من عمل الاشخاص، يعني ما قللتش من جهوداتهم. باسكو كيما يكونوا جلو ريجيطا، انا جامي سمعت بلي تمت اقالته ولا حوزوا ان بريزون دو كلوب ولا غير لونطري اللي يروح. صح شماعه. خليه يكمل سليم بن علي. كملنا قلت لك وين الاداره خلتنا في كما نقول ارتياحيه تامه، وفرت لنا كل الامكانيات، وين ما درتش علينا ضغط كبير. كان تكلم لنا بزاف على الصعود، حطونا في موقف كما نقولوا كل لاعب مسؤول على سليم. هل مع بدايه الموسم يعني مباشره لما تمت يعني توقيع العقود وكنتوا تفهموا الاهداف، هل يعني سطرتوا مباشره هدف الصعود، ولا كان يقول لكم نضمنوا البقاء ومن بعد نعاودوا نسيروا المرحله الثانيه بأريحية؟ هما الهدف تاعهم هو الصعود. نعم، مي ما داروش علينا الضغط. نعم، كما في بعض الفرق ونشوف مسؤولين يدير لك اجتماع لي رينيو شاك سيمين رينيو بالك 3 ولا 4. توتر اللاعبين هكذا، توتر اللاعبين، خلاونا حطونا في موقع كما نقولوا راحه البال لكل لاعب. نعم، سالين داروا الضغط على المدربين، بدلوا بزاف لي زونترينور. بالمناسبه فكرتني بالمناسبه نشكر الشيخ بسكري اللي ساهم في الصعود هذا، والشيخ بوعراطه، وين جاء جودي ثاني لعب دور كبير في الصعود هذا. من المدربين هذيك حاجه تخص بالاداره، الاداره والمدرب، حنا كلاعبين. وكيفاش عملتوا سليم مع الوضع هذا؟ سمح لي سليم. نعم، سمح لي، انا بسكري دار خدمه مليحه، كان يلعب لي بريميرول، ما كانش دارني. بوعراطه كمل لي بريميرول، واي جودي كمل لي بريميرول. اعطيني ليكسبليكاسيون الاول والثاني راحوا سير كالباس. هادو امور شخصيه، امور شخصيه تاع الاداره. احنا لاعبين، احنا كيما نقولوا عندنا، احنا لاعبين محترفين، جيت ترينيت ابليكي واش كاين. معليش على بالي هذا السؤال محرج. هنا بالك، هنا بالك انا اللي غلط، انه يبينوا لي الموب اليوم باللي الدراهم هما اللي طلعوا لي كيف ماشي لونطريدا. تعرف في الاخير قول لي برك كيف تعاملتوا مع هذا المدرب. المدرب كيلقى اللاعب في راحه تامه يخدم اريحيه. سليم دوك مدرب يجي يخدم ويلقى المشاكل الماديه والذهن معلش. خلي عنده الحق. سقساك قال لك انت قريب الفريق او داخل الفريق، احنا ما نقدرش نعرفوا. هو قال لك سقساك علاه كان تغيير المدرب، علاه اللاعبين المدربين مشكل مع بسكيلي، مشكل مع بارطه، مع اللاعبين. اللاعبين ما كانش عندنا مشكل مع المدربين، ما كان عندنا حتى مشكل. معليش على بالي بلي سؤال محرج ونعطيه لك بشكل اخر. كيف تعاملتوا انتم مع هذه التغييرات؟ يعني ثلاث يعني افكار، يعني تفكير يختلف، طريقه التفكير بين بسكري ومن بعد بوعراطه ومن بعد زيد لهم اي جودي. كيف تعاملتوا انتم كلاعبين؟ كي يكون يخدم مع مدرب ويواصل في ديناميكا كي نقول لكم في نتائج ايجابيه، ومن بعد يغير له مدرب، اللاعب حاجه الاولى يخاف، يخاف يفقد مكانته، تبدل العقليه، تتبدل بارك الله وتبدل مكانته وتبدل العقليه. كما قلت كل مدرب عندها عمل تاعها خاص. مي ابري لو طون كما نقولوا تعاود تولي هذيك لا كونفيونس،
وين تلقى كيما نقولوا ايجابيات من جهه المدرب يتعامل معك بيان تولي هذيك لا كونفيونس. مي هاد الامور اللي قلت لي انت عليهم تاع مدربين هذه امور شخصيه لا الاداره. على بالي بلي الجواب هيكون صعيب. نروحوا يعني المدرب معنا اليوم مع جمعيه شلف ولعبت يعني الصعود الى اخر الجولات. على بالي ما كانش الامور سهله لكن الكواليس لعبت دور كبير يا سمير زاوي صراحه. أسمع أسمع لا لا صراحه الكواليس احنا في الجوله في العدد الفارط كنا تكلمنا حول الكواليس. عندك جوكر واحد قول لي برك كيف يعني حسيتوا انتم بهذا الامور؟ ما عندناش الملموس لكن دائما كاين تحدثوا عليها في الواقع. انا كي جبتني اليوم والله العظيم عطيتني سؤال دونك مدرب لا قلت لك مدرب نحكي لك غير في التكنيك ما نخرج لكش دونك راح نحي نحي شخصيه المدرب لعباءه المدرب نتكلم باسكو في الدوزيام ديفيزيون واش صار اليوم مهزله كبيره كبيره راه مارشي راه مارشي شغل احنا ماشي في الدوزيام ديفيزيون دوزيام كل البطوله راه الدوزيام ديفيزيون صار لي شوف الدوزيام ديفيزيون واش كاين مشاكل واش كاين ترتيب مقابلات والله لاعب كبير عيب كبير 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 انا شوي كونتر كي تجيبوا دي زانفيتي تحطهم هنايا دي زانفيتي اللي يبيع ويشري ويجي يدير لك الشوميزي والكرافطة ويجي يهضر لك باللغه العربيه والشعبي انا نو انا ما نبغيش منافقين هذوك انايا باسكو هذوك راهم ناجحين او تلقاهم برا الشعب والله يعرف يهضر مليح يعرف يهضر بصح شوفوا شحال خادم ماتش شحال بايع شحال شاري هذا البروبليم صاير في الجزائر. انا نقول لك انا كنا نهضروا انا كي نروحوا ديبلاسي ونقول انا نهضر على بجايه كي يروح بجايه يسبونا يقول لك انت انا هضرت لا فيريتي انا نهار الموب لا شفت نهار اللي دار ضربوا لي سما كنت كونسيلتون في شان قلت لهم بلي الموب راكم تربحوا برا كي تخسروا دوميسيل ما تضربوش الغاشي كيما كتربح برا تقبلها كي رحنا انا كنت مامتون جوال وكي رحت تما ما خلاوليش واش قلت بس قلت لا فيريتي نو سقسيتني على سؤال هكذا والله لعيب لا تكلم بحريه حنا في الطابله هضره فوت انا ما فيك جيت ما خافنا ما على بالي حتى بواحد انا شوف تقدر تشدني تجيني على النيفو تاعي قال ناقص ما تعرفش تلعب الله يسهل عليك تلعب تلعب الله يسهل بصح بايع شاري الصلح هذو كاع ما شدنيش سي كوريكت حبيت نرجع لك دوزيام ديفيزيون تاع الجزائر هذا اللي نلعبوا فيه حنايا حنا رانا واصلين 46 نقطة مش نشك في ما نشكش باسكو ما عنديش في الجزائر ما كانش لا بروف ها البروبليم صدقة بزاف صراحة ما كانش كنا نتكلموا دائما غياب الأدلة الأدلة ما كانش حنا واصلين 45 أنا لا بغيت نكون اونترينور أنا وصلت 40 الموسم القادم نقول للرئيس نقول للرئيس أنا نجيب لك 40 شحال تجيب لي أنتايا زيدني 7 نولي بتا 50 هذا هو فهمتني شحال نقول لك فهمتني وراه المقصد لا لا سي رافيق أنا نقول لك والله نعطيك إكزومبل دوكا نعطيك ماتش قال اكزومبل ما شاف نقولوا حنايا تكلمنا على الجوله 30 اللي فيها رهانات كبيره ويعني الصعود والسقوط ماشي بيدهم لا باريس سبورتي كان في الجزائر والله تدي كم يربحوا كم يربحوا كم يربحوا موش ما غاديش يقول لك موش ما غاديش اسمك شوف انا باش شوف هذا والله باش ما نفسدش اللي تيتر لاكسيسيون تاع عين مليله والموب وسالم حبيبنا معنا وفسيج على حساب السياسي وغادي شفت الفانيو تاع السياسي هنا معنا وي بالبركه عليهم بعين اللي مدمي دوما ما كانوش في ليغ 1 ولكن هذا لا يمنع بان البطوله الجزائريه مريضه ولاو يبيعوا ويشري فاعلين في الكره رؤساء نوادي وسطاء بعض الاعلاميين داخلين معهم بعض المصنصرين داخلين معهم راني نقول لك راهي مشكل كبير لانه الدوله لا تراقب الاموال اللي تسير في الميديو تاع الفوتبول وربما خلات الفوتبول الدوله تخدم به تشري به السلم الاجتماعي والناس راهي تبروفيتي من لوكازيون الناس بروفيتي من لوكازيون الناس تبيع وتشري تدي الكابات تروح تشري الماتش وتجي الانترميديير يدي وعلى بالنا كاع في لي كوليس كي نخرجوا حنايا خير نتكلموا على بالنا شكون هما لي زونترينور كالكوزا على بالنا شكون هما دي جورناليست على بالنا شكون هما لي سيبورتور على بالنا شكون هما لي زاربيت الناس داخلين دائما اللي شحال يقول لك كان ساعات يبيعوا لا ديزيناسيون تاع الاربيت على ليبوك من لي زانستونس الداخل من لا سي اف ا يخبوا لا ديزيناسيون ويبيعوا لا ديزيناسيون ما تخلوناش نهضروا نروحوا تكلم حر يا رفيق تكلم حر رفيق باسي لي بالون باسي لي بالون فوالا نهضروا تكنيكمون لي ميور لي كلاسي 1 و 2 نعطيهم لك غليزانت كلاسي الاولى يعني تقنيا فنيا سكي كلا الدوزيام بعد ذيك الثروازيام تقات عليها الموب البرج شلف والاخرين نعطيك لي زيكيب لي سنا لي نور المفروض المفروض غريزان الاولى دوزيام سكيك دا سي لي ميور ميم الموب عندهم اون ايكيب صافي دير نحاولهم طلعه نو صافي دير باش انا قلت لك هما ما صافي دير سي با الميور اللي يطلع
في دوزيام ديفيزيون والله سي با الميور اللي يدفع اكثر يطلع اكثر اللي يدفع اكثر هذا هو روحوا خلوه شوفوا باش نغلقوا هذا الملف يعني تقنيا البطوله تاع رابطه المحترفه الثانيه هذا العام ثاني فيها منافسه كبيره وفي قدامك يعني المباريات المتبقيه مصير الانديه ليست بايديها اليوم مباراه وداد تلمسان هو اللي راه يحدد شكون اللي راه يصعد الثالث بالمفروض بعد جمعيه المليله والاول مولوديه بجايه بون تو دابور نباركو العين مليله والموب الصعود دونك راست لا تروازيام ايكيب اللي راهي بين البرج وجي اس ام بي راح تكون مباراه مصيريه انا نقول الباركور اللي داروه الموب ساسوا الموب ولا ساسوا عين مليله انا نقول سي دي زيكيب اللي ديماراو من نهار ديمارات الشامبيونا وهما بارمي لي برومي ماشي ايكيب جات من اللور دوك نقولوا وتسلقت انا نقول بلي كانت المراتب الاولى تبادل بين عين مليله الموب في ديبي كان عندهم انطلاقه قويه يعني لكن بعد صاروا تقريب كيما سيناريو تقنيا تقنيا عين مليله ولو كان نقيموها في لافاس روتور بالك لا موفيز ايكيب لافاس روتور ضيعوا بزاف النقاط ونورمالمون بالك هما اللي كان عندهم الحظوظ اللي يطلعوا قبل من الموب لكن نقولوا بالمشاكل ولا النقاط اللي ضيعوا كاينه نقطه دوك نعاود ونرجعوا للعين مليله ونتكلموا بالتفصيل خلي نروحوا نشوفوا عين مليله نعاود ونرجعوا معك معليش نروحوا مشاهدينا الى فاصل اشهاري قبل ذلك ثم نعود للحديث حول صعود عين مليله ايضا اهلا بكم من جديد اعود بالكلمه الى رحيم اللي كيتكلم حول مولوديه بجايه ماشي مولوديه بجايه شبيبه بجايه دوك نتكلموا على الطروازيام اللي رافق هذا اللي رافق دوك كما فيما يخص شبيبه بجايه واهلي برج باليريش انا نقول باللي المباراه دوك قاعد نهائي سواء شبيبه بجايه ولا البرج وكاين بالدرجه اقل تما شغل البرج لانه فريق شبيبه بجايه لو كان يفوز في تلمسان حاب يقول راه يصعد ما يستناش اهلي برج باريج واش يدير نقول باللي المباراه الاخيره شبيبه بجايه موسم كامل قعدت له في مباراه لانه نجم نقولوا الباركور اللي داروا كامل باركور اونوراب مع منير زقدود دوك واش نقول لك لا دنيير لا دنيير برا بين الفرق مصير تاع شبيبه بجايه راهو بين يديها واهلي برج باريج لازم يفوز ديجا الديرني ماتش مع خونا زاوي ما شلف هو لازم يفوز ويستنى شبيبه بجايه واش يدير هي نورمالمون حنا وتلمسان نلعبوا كوريكت نعم تكون بالنزاهه حتى تمر تمر نعم هذا امر لازم نشوفوه لانه كره القدم هي أخلاق قبل كل شيء. نمر مشاهدينا إلى التقرير الموالي لمراسلنا من مدينة أم بواقي واللي نهدي له أيضا هذا الصعود تاع عين مليله مهدي بوبكا قدم لنا صورة عامة حول الفرحة التي كانت بعد صعود أمل عين مليله. بهذا اليوم نشكر كل المحبين تاع عين مليله والفريق والمدرب ومحبين تاع عين مليله سكان الولايه والمحبين اللي جاونا من سكيكدا من تاع السياسي كل نشكرهم هذا يوم عرس العين مليله مده 18 سنه هي تستنى في هذا في هذا اليوم والحمد لله كما يقول لك الحمد لله مقابلة كانت مع منافس مباشر على الصعود الحمد لله كما يقول لك تحققنا ثلاث نقاط اللي كانت غاليه ان شاء الله قدم تحياتي لهذا الشعب اللي وقف معنا من بدايه السنه الحمد لله يا رب العالمين ما خيبناش هذا الانصار وان شاء الله قدرنا نرجعوا هذا الفريق لمكانته الاصليه الحمد لله كيف فرحنا هذا الشعب وفرحنا روحتينا وفرحنا عين مليله كامل ولايه ام بواقي الحمد لله عم تكومبلي وحنا تعبوا ما راحش في باطل الصعود هذا ندي ولعبي محمد كرايمي يا ربي يرحمه عمي محمد كرايمي يا ربي يرحمه انا عندي فرحتين الفرحه الاولى هي صعود الفريق ولي نهلي اللاعبين على المجهود تاعهم البدايه اللي مبدوها ومبروك عليك لي سيبورتير كوبابياسيون تاع عين مليله الفرحه الثانيه هي اليوم في نفس الوقت
عندي زفاف تاع بناتي اللي يقول راني غايب وضحيت بها باش نفرح لهذو ونزل لها ان شاء الله لهنا ان شاء الله. إذن نباركو لهم أيضا فريق جمعية أمل العين مليلة اللي قدموا مستوى مثل ما كان يقول المحللون والضيوف. نروحوا إلى واحد من بين الذين نفسهم هذا الموسم. جمعية عين مليلة قدمت يعني أداء مقبول مشرف، واليوم بعد غياب 16 سنة أو 17 سنة ولات يعني مكانها وإن كانت في الرابطة المحترفة الأولى. مبروك عليهم الصعود ونتمنى لهم التوفيق في مشوارهم الكروي. صح عين مليلة كما نقولوا طيلة الموسم هي في المراتب الأولى، وين كون ديكالات غير شوية على المراتب الأولى ما كانش غادي تصعد عين مليلة، باسكو فاز روتور فاز ألي قدموها بيان كوم الفو، مي فاز روتور كانت صعيبة عليهم وين كانوا يخسروا داخل الميدان. كما نقولوا خاصة يعني خسارة أمام يعني الفريق المولودية العلمة اللي كادت تعصف الأمل تاعهم، يعني لولا الفوز أمل بوسعادة في بوسعادة لما رجع الفريق كانت خصو 6 نقاط من أجل ضمان الصعود. صح، هما الخسارة تاعهم مربوطة بال هما استهزاو كما نقولوا كما داروا داروهم في موقع باللي صعدوا سي بور سا خسروا، من عاودوا ولاو وعرفوا روحهم باللي راهي صعيبة عليهم وباللي المسؤولية زادت صعبة عليهم ونجابوا 3 بوا خارج ديار هذيك اللي ساعدتهم باش صعدوا. والمباراه الاخيره يعني حتى ايضا مشاهدينا نقولوا يعني واش كان، وحتى انصار يعني شباب اهل البرج وحتى المسيرين قال لك لازم تهضرها لانه حقيقه صارت، كان ضغط يعني رهيب قبل بدايه المباراه. لا ما يقول لي نهضر لا انا نقول لك لانه قبل المباراه قال لك نقول بعد المباراه كان اللي تصلوا، وحنا نقولوا الحقيقه هنا ما نجملوا حتى واحد. صحيح نقدر نشوفوا هذاك المشاهد في كل الولايات، ما نقولوش انه فعل اخر، لكن ديما تقولها ما تبررش اللي ما تبررش. اي وي بيان سور، ما تقولوش حتى ما نقول لك ما نقولهاش كما قال لك سمير عندنا نقولها واللي حاب يزعى فيه يزعى. كان هناك احداث مؤسفه جدا في عيد مليلة، تعرض شباب اهل البرج الى تكسير الحافله تاعو وكان داخل الاستاد. هذه نقولوها كاين الفيديوهات ايضا، كاين الفيديو يقول لك بنصيد بلي هما كسروا ولينا ام درما شو القاهره ام درما احنا ما امناش المنتخبنا من هذه مع البرج. واحد يكون عاقل شويه يا سي بنصيد، مبروك على عيد مليله، مبروك على الناس عندنا صعود ميريتاو باسكو فلالي خدموا مليح، ولكن وسرى لطختوا الصعود تاعكم بالاحداث المؤسفه اللي ما تمتش كامل عين مليلة بعد من الانصار لازم تقولها. مي كي يشوف ان بريزيدون يديفوندي لانديفوندابل سا سي ريغريتابل، سا فيدير بلي ما نقدوش نروحوا بعيد مع رئيس كيما هذا، وحتى امل عين مليلة ما تقدرش تروح بعيد مع رئيس اللي كان توصل بك ربما لما كتبت كتبت عليه افون ما كتبش عليك افون تكلمت مع دو فوا بيتاتر بيان الناس مليح وعاقل. انا يعني تفاجات رده الفعل تاعو جو ما طوندي با ان بريزيدون يقول لي بلي نو ما كاش منها بون بغراره خاف يكون في عين مليلة، ولكن هناك بعض من المناصرين انت قلت انه هددوه بالقتل. ما قلت انا الكوريسبوندون تاعنا بعثنا بابي بلي كان مهدد بالقتل وبغراره نفى هما نفاو، ولكن قلت ما تقدرش دير سونداج دوبينو وتخرج العين مليلة كامل وتقول لهم واحد بواحد اسكو هددتوه، سا سي با نورمال. يقدر يكون وكي تشوف القراءه تاع الوضع تاع الماتش راطوا لي بوان ادوميسي مع العلم جابوا 3 بوان من بوسعاده ولو داني ماتش يروحوا الماسكارا ما يقدروش. صعب شويه لو ماتش كان لازم لي 3 بوان. تقدر تتفاهم ماشي ما تفهمش العنف واش تفهم تقول بلي يمكن انه بعض المناصرين ما تقدرش تحكم فيهم. وي سي توتا في نورمال، ولكن ما تمتش كامل العين مليلة. اي فالي دير اون سيكسكيوز احنا الاحداث اللي صرات للضياف تاعنا والسرى ما يمتش كامل العين مليلة. احداث العنف تحدث يعني اينما كل الملاعب لازم نعترفوا. اسمح لي سامر كي نعترفوا باللي احداث العنف تصرى في كل الملاعب تاع الجزائر واحنا يخف الكاميرا كل الدول تشوف فينا نكذبوا على روحنا. نعم خلي سامر يقول كلمه. نعم شرفيق اسهل باركور في لي 5 ولا 6 ماتش تولى هو تجميع شلف ال 18 بوان اللي بقات شلفت تديف منهم الى تطلع. كي كان طرق غير رياضيه حنا ما قدرناش نجيبوا 3 بوان من اللازم، ما قدرناش جبنا 1 بوان هذاك ملعبنا. كاين دي زيكيب سافروا جابوا دي بوان ما نحكي. دوك عاد الشعب عاد يزعف، الشعب عاد مرشي هذا الشعب هذا. انا كرهته والله العظيم، يقول لك على
عاد يشوف الظلم ويقول لك اه والحمد لله يا ربي. لو قطعت تاع على علمي لا قد علمي يكرهوك والله العظيم. نهضر على الحق. هذا نقول لك سمير سمير معليش. شوف لازم نعطيو كي نهضروا حاجه للشعب هذا لازم هذا الشعب يسقم روحه. نعم هذا هو. لازم قال ما يفرحش بهذا الاستقبال اللي داروا البرج. نورمالمون الناس اللي تاع عميله يروحوا لهذو الناس قال انتم ما تنساوش على النيله. نعم هذا هو قال علينا. شوف قال نو قال علينا نجيبك للاستاد نبعث للاستاد بانون. نعم هذا هو. على كل حال حنا ما نتقصوش من قيمه تاع الصعود كريم كريم ما نوقفش. خلينا الصعود في جهه. انا قلت لك ميريتيو باسكو سي البلون يعني روجي طالا يلعبوا مليح وكلش. وي كان المؤسف انه عيب ليلة ما تطلعش. نعم. ولكن من المفروض على رئيس محترم كيما بن صيد انه اليوم يعتذر لاصحاب الاهلي والاعتذار من شي متر رجال. نعم. تعتذر وتقول بلي سمحوا لنا ما يمثلوناش كامل ونمشي. ولكن لو تبقى. نعم. تبقى بدوش تبقى الشحنه بين لي سيبورتير. نعم. والعام جات ديبلاصا ونقعدوا هكا مشكل كبير. خلينا نتكلموا اسمح لي كريم اسمح لي حول الجانب الفني. تخليني معليش معليش نقول زوج كلمات برك. تفكرت علميا تفكرت بن حمادي اللي كان خرج بيتور على ليبوك مع عين ليلى في زاني 90 وكاين هداف من طراز العالي دوماج سي بلون ميديا ما خداش الحق تاعو. فوالا على كل حال فنيا خلينا تراك واجهت هذا الفريق فنيا يعني قلنا انه مر بصعوبات وكل شيء لكن داخل الميدان وشفنا حتى المباراه يعني انه خسر يعني شباب اهلي البرج داخل المباراه ما كانش ضغوطات خاصه انه خسر يعني في الميدان ماشي بضغوطات. نو شوف 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 نهضروا راك توجد راه تهضر لا لا انا ما نوجدش انا نهضر لك عامل بغيت انا ما خافش انا في حاجه ما على باليش انا ما عنديش زوج وجوه عندي واحد نقابل به ورالين هذا هو انا اللي قايلها وهضرها اللي عنده حاجه على الزاويه يهضر هذا هو فهمني حبيت نفهمك حنا ولينا نفقوا عندنا خلاص عند الانسان الظالم الانسان الطاغي هو اللي ناجح في الجزائر قلت لك كرافاطه وشوميزه ويجي يخطب على الناس بالعربيه الناس خلاص تخلي العوائل تخليهم عنده والله العظيم نفاق كبير صار في الفوتبول الجزائري واش حبيت نفهمك انا نافست عين ميلا لعبت في عين ميلا عين ميلا تاع لالي سي با عين ميلا تاع الروتور ديجا عملنا حكي لو باركور تاعها واش تغير هذاك اللي عملنا لو باركور تاعها تاع لالي درتو غير باش شحال الماتش سون ديفات لحقت شلف خسر 2-0 انا في عملنا ربحت انايا انا في عملنا ربحت انا راحوا لي دو بوين دو بوين دوك وصلوني هذاك الوقت مانيش شاك في طلعت عملنا باسكو ما عنديش كوراج وكذا عملنا لا فاز روتور راحت روغريسيون شوف ديجا غير في لاكوب دالجيري ما قدرتش تدي زاويه شفت نعطيك اكزومبل في هذه سامي ما بالزاويه شدو 90 مينوت مع بلعباس ديك لاكوب اون ديبلاسمون يعني لاكوب ماهيش معايا شحال نقول لك اون ايكيب اون بروغريسيون طلعت دوزيام ديفيزيون وشدت لو باركور تاع بريمير بلاس شحال لعبنا حتى لافاس تاع الزاويه ثم بدات لاشيت ليبر تاعها بدات تهبط حنا معنا درنا ماتش نيل راحت الزاويه خسرت صافي لو باركور تاعها في لافاس دور كان ريغريسيون كان هابط مي في الجزائر انا قلتها لك ونعاودها لك سيرتو دوزيام ديفيزيون سي با الميور سي با الميور سي با الميور كيف صح تشكره؟ ايه نو انا سازان سخسيت ما نحكيلكش انا ما كي ترشح ديبيتي عندي حسن نهضر ما نهضرش انا والله العظيم حبيت نقول لك حاجه برك انت سقسيتني على لاكوي نعم الناس باك كيهضر رفيق ونهضر انا بالناس امينة ما يقولكش طايحين لينا نو نو احنا طايحين الكوالا هذوك اللي كانوا يقيسوا هذوك الدوله لازم تجيبهم كي الدوله تخبط هذاك 5 سنين تخبطوا تما كاين 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 جمع غفير يعني باش ما تقدرش كيما جمع غفير اش باغي تحكي دوكا 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 الامور السياسيه والامور فيها صعب صعب جدا اسمعني برك اي نعطيك دوكا نعطيك ماتش نعطيك ماتش اي دوكا نقولوا باللي عينينا مازال ما طلعتش نعم ولازم تجيب ان بوان معسكر واش تقولي انت جاوبني واش راح نجاوبك جاوبني انت سقسيتك انا سقسيتك واش راح نقول لك بلي راه 20 ماتش واش راح نقول لك قلت لك معسكر طيح وعينه تطلع معسكر لازم تربح نعم وعيني لا ماتش او ريسك ماتش او ريسك بصح هذا تقول لي والله اني قلت لهم هكذا هذه الجزائر هذه ماشي يقول لك ودي لو تيران هو اللي فاصل احنا نقولوا اكزومبل وين تكون عندك مقابله مصيريه اللي يكون في بلاده يقول لك هو اللي يربح والله يقول صافي صافي دير هذا المنطق ينطبق حتى على شريف لو كان كنت في الطلعه ادوميسيت تقدر كيف كيف سي لا ميم شوز احنا في الهبطه احنا في الهبطه او سي بوزيدي بلاك يتفكرها ونقول هذا ويجاوبني يا سي بوزيدي جابوا معاهم لي زيدوكا في شلف مع الناد النهار اللي لحقوا ما امنوش كيف دخلوا شف لا سويسا شلف تعلمنا احنا كي طلعنا بريمير ديفيزيون والله غير لا سويس نكمل لك خليني نكمل لك بل ما تدينيش الهضره يا روح خلي باسكو ما بقالش الوقت بزاف جاوبني جاوبني نعم. جاوبني واش نجاوبك نقول لك باللي يربحوا غالي معسكر نقولوا هذا هو المنطق هذا هو المنطق يربحوا غالي معسكر عندنا جوله احنا
ما كنتش توفر الامن للفريق ها دولا كاع كاع واجده بل ما توفرش المشكل حتى اسمع لي بالبيس هذا البيس تاع البرج هذا البيس وين كان فايت بصح كانوا قدامه لابوليس صرات قدامه على كل حال باش صرات في قسطنطينه في المجتمع تاعكم تاع مولودي الاخر صرات في شلف صرات مي سي ني با نورمال كريم ما عنده الحق كيفاش نتايا احنا على بالنا لو ريسك تاع العنف اللي قتل ايبوزي قتل لاعب كره قدم داخل ارضيه الميدان الا تشوفوا حاجه قليله فضحتنا في الخارج حتى في الخارج مشكل دبلوماسي سي ريبيتيتا سي توجور لا ميم شوز حنا لا بلا لي ماتشاو ريسك والناس تنضرب واللي بيسي يتكسروا واللي جواري ينضربوا هي وهي رايحه يا رفيق خلاص ما حنا نقولوا بلي الامن ماشي يقوم بالخدمه تاعو هذه هي ايه الامن ماشي يقوم بالخدمه تاعو ما يقومش بالخدمه تاعو هذه هي بكل صراحه علاش خايف منها خايف منها خايف منها الامن ماشي يقوم بالخدمه تاعو المشكل في الخطه الامنيه ما كانتش واضحه خاصه تشوف في قسنطينه ما كانتش واضحه البارح ما كانتش واضحه كمل رفيق هاي ليك الكلمه سيدي هاي تفضل من نشوف من العيب اني نقول الامن دار خدمته وصرا ديراباج لا سي با نورمال تسمى الامن انكومبيتون جو بريفير نقول ما داش خدمته باش ما نقولش انكومبيتون نعم بعد ما تخافش الامن راه كاش يا ناس اسمع نحيدوا الموضوع اسمع سي با سوجي طابو لا سي با سوجي طابو اسمع الماتش تاع مولوديا سي 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 اس ام مولوديا جا صارت تجربه خطيره والناس تهضر يا اخي وهضرنا عليها وهضرنا عليها وهضرنا على الجورناليست وطلبت اعتذار لاني قلت له ماشي حق عليك واش تعرف النهضه لا هو مش حق عليه في الطريقه ماشي لا معليه ما يهمش في النهاية ما نديوش الحساسية نحيو الحساسية جانبا الصرا سمعنا الناس تقول كاين ديراباج ردوا بالكم خافوا ربي بالك الناس تموت ومن بعد الصرا اللي صرا شكون اللي يتحمل المسؤولية الوالي اللي خلى الماتش على بالو الماتش هوريس والأمن على موسى ولاية قسنطينة والاتحاد الجزائري اللي برمجوا وين صرا العنف في أي ولاية الأمن مسؤول عليه سي نورمال لكن تاني رفيق باش نحطوا الأمور في نصابها لما تاني يجيك شرطي من 6 ولا من 5 تاع الصباح والناس وراه تجري موراه يوصل 12 تاع النهار يعني خلينا من الأمورات هذو لأنه حتى هذو خاوت خلنا هذو خاوتنا لا الأمن خاوتنا لكن حتى تبني كان تقصير تبعني حتى اليوم نعطيه كل واحد حقه حتى الامن يقوم ربما بدور ناقص ولكن ايضا ثاني احنا الشعب تاعنا ثاني لازمو ثاني يرجع ولازمو يولي للتاريخ نعم الطرح تاعك غلط نعم تفضل ما نبداوش بالحساسيه انا مانيش ضد الشرطه تقول لي ضد الشرطه لا نحكيو هنا سما دوك اللي ميسو توبات يا حبيبي انا نهضر نورمال خافوا ربي وعليها او تهضر في الحق نعم كي تهضر الطرح تاعك اسمع كل واحد يدير خدمته بوان بار هذا ما كان نعم. المناصه اللي يجي اسمح لي كوب دالجيري انت ولا كيما صار في المولوديه نعم. تجيبو تاع 6 تاع الصباح ويدير كيشي 1 كيلومتر والمطر كاع عليه وما ياكلش وما يدخلش الماء وكيفاش حتى المناصه ما نعطيو له الحجه اما جاب 6 تاع الصباح ولا اخر اه خافوا ربي رفيق خلونا رفيق التقصير من كل شيء شوف عندنا المناصرين يعني حاشا الناس الطيبين كاين الناس اللي راهمك وكاين تقصير من عند الامن رفيق على بالي حاب تهضر في الموضوع خلينا نجوزو للموضوع الموالي لانه جوستي فيش تخاش ما تخبي بس راه الكوالو كل يخاف واحد ما هو خايف حتى كل اللي ما دار خدمته قولوها انا قلنا بلي كاين تقصير من جنب ما تكون جوار داخل الصطاد داخل الصطاد جوار ما تكون خافوا ربي شكون اللي بات جوار تكريسا داخل الصطاد دي سيبورت تكريسا واش تقول لي نورمال علاش ما وصلوش حتى دوك التحقيق وما تلقاوش شكون اللي نهضر معاك الامور اللي قصر يا اسمع ما راناش نهينو في الناس انا غدوه نقصر نقول رفيق واحد راه غلط تقبلها باش الكوري الكمال لله يا ناس باش نافونسي ونقولوا الحقائق مادام نكذبوا على روحنا اون فا با فونسي نقعدوا اليوم بدنا رفيق باش نختصروا الامور كاين تقصير من جانب الامن وكاين تقصير من جانب الشرطه ومن جانب الصحافه ومن جانب التحكيم ومن جانب كل شيء يعني كل شيء رانا مشاركين في هذه المزال اللي راه صاريه وتحلوا كمسؤولين سي لوجيري سي ليماج دو لوجيري خلينا ندافعوا الجزائريين الحقيقه كيما راهي انا القصه الصحافه قصرت تكتب الكلاش وما يفرش والقره واحد ضربوا لا حتى لما تقول بلي الجمهور خوف من الحاكم الفلاني وهذه ماشي عنف على كل حال مشاهدينا شكرا لك رفيق على بالي فعلت قليلا لا شكون خايف لا عندي وقت سمير مشاهدينا نروحوا الى موضوع اخر الاحصائيات وهي احصائيات الجوله 28 خلونا نشوفوا كيف كانت احصائيات جوله 28 الرابطه المحترفه الاولى بعد الجينجل إذن مشاهدينا
الإحصائيات التي كانت في الجولة 28 أو 29 من رابطة المحترفة الأولى. نمر لنشاهدها سويا. عدد الأهداف 26 هدف يعني سجل بالإجمال داخل الديار، 15 هدف وستة أهداف خارج الديار. نمر إلى شيء آخر بخصوص البطاقات الآن، وما زال يكتبوها الإندارات على كل حال. الإندارات كانت 10 صفراء و 10 بطاقات صفراء، ولا يوجد أي حالة طرد في الجولة 29. يعني نواصلوا ونشوفوا مع بعض. أحسن فريق كان شباب قسنطينة اللي عاد بثلاث نقاط سمحت له بالتتويج أمام اتحاد البوليدة، وأسوأ فريق كان أولمبيا المدية الذي خسر بخمسة لصفر دون أي ردة فعل، وهو المطالب على الأقل بالعودة بنقطة أمام نادي بارادو. نواصل مع الترتيب، ترتيب في مقدمة الترتيب شباب قسنطينة 56 نقطة، شبيبة الثورة التي انفردت بالمرتبة الثانية، نصر حسين داي الذي تعادل مع شباب بلوزداد 49 نقطة، مولودية الجزائر، اتحاد الجزائر، مولودية وهران، ونادي بارادو، وفاق سطيف، يعني فريق عريق راهو في وسط الترتيب. هذا شيء لا يعجب كثيرا يعني عشاق هذا الفريق. اتحاد بلعباس الذي ضمن بقاءه رفقة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل ب 36 نقطة، دفاع تجننت وأولمبي المدية واتحاد بسكرة المنافسون على ورقة البقاء في الجولة الأخيرة، واللذان سقطا اتحاد الحراش واتحاد البوليدة. نواصل مشاهدينا مع قائمة هدافي الرابطة المحترفة الأولى. أسامة الدرفلو قلب الطاولة على أمين محمد الأمين عبيد ب 18 هدفا مقابل 16. سامي فريوي من اتحاد البوليدة يعني لم يسجل وبقي في 14 هدفا. مصطفى جاليت شبيبة الثورة ب 12 هدف. زكريا نعيجي بنادي بارادو 11 هدف. وليد دراجة ب 10 أهداف. حمزة بنوح وفاق سطيف بتسعة، والبقية ربما بثمانية وسبعة أهداف. نوصل القائمة، محمد طيايب بثمانية، والبقية كلها مثل ما تشاهدون بسبعة أهداف. ونمر الآن إلى التشكيلة المثالية للجولة 29 من رابطة المحترفة الأولى. غايا من نصر حسين داي يواصل يعني تألقه، ولم يتقبل أي هدف منذ مدة. على كل حال رضواني من شبيبة القبائل مسجل هدف أمام اتحاد الجزائر، وبن شريفة قائد فريق شباب قسنطينة أيضا قدم مردود رائع. زعلاني يعني اللاعب الوحيد الذي لعب 29 مباراة من 29 مباراة في الرابطة المحترفة الأولى، ولصيف من نادي بارادو مسجل هدف. هذا اللاعب يعني الشاب يعني 21 سنة فقط. نمر ونواصل إلى وسط الميدان الآن. نمر إلى العمري من شباب قسنطينة مسجل هدفي الفوز ومنح فريقه ثلاث نقاط التي منحته اللقب. بن عياد من نادي بارادو مسجل هدفين أيضا، ونكروف من الفريق الذي سقط اتحاد الحراش يعني لاعب شاب وقدم أداء رائع. بورديم المتألق كالعادة دائما في كل جولات صانع ألعاب بامتياز مسجل هدف فريقه الوحيد من ضربة جزاء. وادر فلو أسامة مسجل هدفين، ودوسي كاجو من دفاع تجنانت مسجل هدفين أمام وفاق الصيف. كانت هذه التشكيلة المثالية للجولة. تفضلك شو ما عندك تعليق؟ التشكيلة المثالية ديروها لي سجل هدف ديروها في التشكيلة ولا لا هي والله كيفاش هذه التشكيلة رانا نخيروا احسن. هذه اللي غلطت المنتخب الوطني، مدرب المنتخب الوطني في بالي يهدي منا ولا كيفاش؟ لا ما يهديش منا. المنتخب الوطني ماهوش يروح ماكش فاهمني ماكش فاهمني. انت بديتها مسجل الهدف كيف درتنا ليكيب هذه؟ ليكيب تاع الجورني كيف درتها؟ هذا الاختيار في القسم الرياضي نحاولوا ان نختاروا الاحسن في البطوله اللي شفناه واللي ما شفناش. نحاولوا ايضا نشوفوا الناس اللي شافوا المباراه يعطونا احسن لاعبين متالقين حتى نختار 11 لاعب. على بالي بلي من الصعب جدا انك يعني تخير 11. انا سمعتك سمعت تقول بلي هذا مسجل هذا مسجل، قلت بالك انا ليه ماركي تجيبوها. لا لا ماشي هكذا. كاين اللي يقعد ما يدير والو، تيما كيبي تيميور جوار. شكون؟ في الشامبيونات تاعنا. لا والله دي فوا كاين انا نو نو في الشامبيونات تاعنا كاين اللي ماركي بيت هو المير جوار باقي دير الباز وتدي الشهريه مليح ماركي ما تماركيش والله ما يعرفك واحد في الشامبيونات تاع الجزائر. بنقول لك يا حمد راه 11 لاعب وسجلوا وتالقوا في الجوله 29. اذا كان درك احسن القميص الاخضر كان بين سيد علي العمري مسجل هدفين لفريق شباب قسنطينه ومنح يعني اللقب مثل ما قلنا، واسامه درفلو الذي سجل ايضا هدفين في فريقه ضد من قول ماشي ما مولوديه وهران، هذا اتحاد الجزائر اختلطت الشعارات على الانفوغرافيا. على كل حال من احسن لاعبين اختار الجمهور
قرفلو، يعني من يريد أن يتأكد يذهب إلى الصفحة الرسمية لقناة نوميديا عبر الفيسبوك، اختار قرفلو على حساب العمري الذي منح النقاط. التصويت للجمهور، على كل حال هنا لو طلبنا منكم التصويت ستكون ربما العمري اللي منح النقاط. ما تفرش مقابلة زين، ما غاديش نصوت لك بواحد ما شفتش هنايا. لا مقارنة لما نشوفوا انه درفلو في مباراة ما فيهاش وهذا اللي مركز هدفين منح النقاط، من ترشح افضل انت؟ بيان سور اللاعب اللي منح اللقب للفريق تاعو هذا هو. نفس الشيء ربما مع عزيز الرحيم، نقول لك 50-50 ما هذاك راهو هدف البطولة، زاد سجل هدفين. نعم للرهان، كلمة حول الرهان، راهو هدف البطولة. نعم على بالي ما تحبش كلام الجانب الفني، نروحوا من بين هؤلاء شكون اللي جاك احسن اللي دو قدموا تيت موسم شد واحد برك صح تروح لدرفلو. على كل حال ما توافق الجمهور، ونروحوا الان مشاهدينا الى ركن الصافره مع قبل الصافره الهدف الذهبي، احسن 5 أهداف في البطوله. هذه البطولة الأولى وخير واحد من البطولة الثانية، هدف أزناجي لأنه هدف جميل. هدف اتحاد البوليدة. نعم. هدف اتحاد البوليدة. هدف اتحاد البوليدة. أحسن من بعض الأهداف اليوم. على كل حال اختيار هذه لازم توجه. لا مش اختيار توجه. لا لا لازمك توجه. هدف سمير سمير باضي اللي اختار. الأول قلت بلك هو الأول حتى. لا لا هي كلها ربما من البطولة المختلفة الأولى، وهدف أزناجي تم ادراجه لانه هدف جميل. نعم جميل. ويستحق لانه لاعب ايضا كبير وراه يتالق فيه، مازال يتالق في هذا السن. سمير زاوي وزناجي من اللاعبين نقول ماكيرين هكذا انا فونسونتر دو ميتي يعرف كيف يسجل بيان سور يعرف ويعرف كيف يلعب ثاني الي انتيليجون. شفت لو باساج تاعو في النهد بعديك هذا هو نو نو ماشي بك من اللاعبين اللي يعرفوا كيفاش يتاقلموا وين ماشي باغي لك نو باغي لك يقعد لك لا ستابيليتي في اون ايكيب 4 5 سيزون يقدر يدير باركور ولا يدير هذا الديفو تاعهم عنده استقرار على مستوى هذا اللي خلاه ما يبونجي الاستقرار ما كانش كاين هو فليس ما عام ونص باك الله اعلم راح. سمير نروحوا الى ركن الصافره والحالات التحكيميه مع الحكم الدولي سفيان بوستر بعد الجينجل. سفيان بوستري تفضل تحت تحيات الجمهور والحضور لهنا، مرحبا بك. تتني راك بالاخضر والاسود، راك فرحان بالصعود بالصعود مولودية الجاية وشباب قسنطينة التتويج. لا هذا قلل على كل حال صدف صدف. نروحوا نشوفوا مباشرة رشيد بعث لنا اللقطات. هذه مباراة شباب قسنطينة واتحاد المولودية، هذه ركلة الجزاء. خلينا نعم. الصورة نعود نشوفوا الصورة، خلينا نشوفوا الصورة مع بعض. أنا صراحة يعني فيه صعود لاعب وشباب قسنطينة هنا، يعني حسب الصورة يعني ما فيش ضربة جزاء هنا، يعني صراحة ما فيش ضربة جزاء، يعني ما الصورة واضحة هنا. عاود رجع هنا ربحت حايل ربما وموه. شوف يعني ما فيش ضربة جزاء، يعني شوف اللاعب صعد شباب ما كانش مشاركه، ما كانش يعني اللاعب. شوف يعني لا رياكسيون تاع الجوار تاع الاتحاد البوليدا، يعني حاب يوري الحاكم انه ما شارك يعني ما قاسوش كاع. شوف يعني ما فيش هنا تعتبر انه ضربه جزاء غير شرعيه، ما فيش ضربه جزاء يعني صراحه ما فيش ضربه جزاء. على كل حال نمروا الى الحاله المواليه، نعاود نرجع فقط هنا. شوف واي والله هاو الخطا وين، عاود رجع فقط وقف الصورة يعني في هنا في لمسة اليد. فوالا خليها تمشي. شوف هذا يقولوا له سي لو موفمون اديسيونيل، او يعني الحركة الزائدة. الحركة الزائدة حاليا في لافيفا تعاقب بضربة جزاء، وكاين دي زانستركسيون ولا دي ريكومونداسيون للحكام. نعم. تعطى للحكام يعني عندما يكون يعني 9 امتار و15 عاد الحاكم تنبيه اللاعبين بعدم استخدام اليدين لحماية مثلا الوجه.
هذا يعيطوا له مثلا. هنا راح منحهم ضرب الجزاء وراحوا نشوفوا فيهم انهم في احتجاج. ضرب الجزاء يعني صحيحه وقرار سليم للحاكم. وقلت لك هذا سي لو موفمون اديسيونيل. نعم نروحوا للحركه الزائده المواليه. هنا مباراة تاجلنت وصطيف. وصطيف نعم. عاود فقط الصورة. الاحتكاك هذا. فيه خطأ، عاود رجع فقط الصورة نشوفوها يعني ب. هنا فيه ضربة جزاء يعني ما فيش يعني زاوية أخرى. نعم. ربما هذه الزاوية الوحيدة اللي ممكن نجدها. هنا هاي اللي هنا كاين كونتاك دونك ضربة جزاء صحيحة يعني. ضربة جزاء صحيحة. الحاكم أعلن عليها يعني. نعم. إذا الحالة الموالية إذا يمكن. نفس الشيء هنا يعني ضربة جزاء شوف الحارس هنا المفروض المفروض هنا المفروض بطاقة صفراء هنا. نعم شوف حتى تمركز الحاكم كان سليم يعني قرار سليم ولكن من المفروض انه يمنح له بطاقة صفراء الحارس نعم اذا في ما زالت حالات نشوفها مع بعض وتراك شفتها يعني في هنا في الفيديو شفناها كامل هنا ما فيش وضعية تسلل هنا يعني الحاكم تسرع حرمهم من 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 هدف من يعني وربما كان يكون عنده وزن كبير لو لم يسجل يعني الفريق نعم. يعني يقولوا يعني نعم. مر هذا اللقطه هذه جاء الهدف تاع النيل نعم. يعني ربما يعني نساو لانه هنا يعني هدف كان صحيح. هدف صحيح نعم. نعم على كل حال كانت هذه الحالات المتواجده وكانت زاويه الرؤيه مش واضحه صعبة لانه نذكروا ايضا انه هنا في هذه الحاله بالذات انه الحكم حرم لا حرم الحكم يعني حرم الفريق المصور للتلفزيون العمومي اللي يملك حقوق البث من يعني بث المباراه مبارس. وهذا اتكلم عنها حول الحاله هذه كيفاش حكم هل له الحقيقه انه يمنع الفريق المصور خاصه انه يعني تلفزيون الدوله هذا عنده يعني تصريح وعنده لا عنده هو قال هو انا شفت المراسل الصحفي قال انه لانه تكلم الحالات التحكيميه تاعو من قبل لا شوف يعني حاله شوف الانتقاد نعم. صافي بارتي دو نوتر ميتي سواء اربيت ولا اونترينور الانتقاد لازم يكون تتقبل نعم. الانتقاد مهما يكون هنا ما عندك حتى حق انك تمنعني واليوم ما تخلينيش بسبب اني انتقدتك في يوم من الايام اليوم هو منحهم احنا لما ربما الفريق اللي المحلي كي يجي يستقبل وما يخليش كاميرا تلفزيون ينحي له ثلاث نقاط مباراه عين الميلاد هذه نعم مباراه عين الميلاد بصح الحقوق تاع لا ليغ 2 بريفي على بالي بصح عندهم حقوق تاع اللقطات تقول لي صور الماتش يكون بلي يحب يقول نعم لانه المراسل التلفزيون كان تكلم عليها وفي بدايه التقرير تاعو اكد عليها نعم. سمعت التقرير وهذا شيء غير في هذه الحاله بالذات هل يعاقب الحكم ام لا؟ لما يتخذ قرار مثل هذا لا يعاقب يعني ربما يرسل تقرير الى اللجنه المختصه او الكوميسير ماتش هنا ماشي وهي من المفروض محافظ اللقاء نعم. محافظ اللقاء اللي عنده علاش هو يعني علاش هو قرر هنا علامة استفهام على كل حال شكرا لك على التوضيحات سفيان بوستر نلتقي الاسبوع المقبل ربما في اخر عدد من برنامج هذا الموسم ان شاء الله شكرا لك سفيان بوستر اذا مشاهدينا كان هذا بخصوص البطولة واليوم نمر الآن إلى المنافسة الإفريقية والجولة الثانية من دوري الأبطال وكأس الكاف التقرير الأول أعده سفيان معاذ مرودي يقول حول مباراة الجريح بالجريح مولودية الجزائر ووفاق سطيف في الجولة الثانية من دوري الأبطال قمة جزائرية بنكهة إفريقية خالصة طرفها وفاق سطيف ومولودية الجزائر كلاهما لا يمر بأحسن أحواله ووضعيته سيئة في البطولة الوفاق انهزم في تجنانت والمولودية خسرت الدرب أمام الحراش الطرفان خرج خالي الوفاض في الكأس ولم يتبقى أمامهما سوى جبهة واحدة يتنافسان عليها هي كأس رابطة أبطال إفريقيا ولو أن البداية لم تكن موفقة في الجولة الأولى فالنسر الأسود ظهر مكسور الجناحين ولم تنفعه تجربته في المنافسة التي توج بها في مسماها الجديد والقديم وعاد يجر أذيال الخيبة من سفريته إلى الكونغو برباعية تيبي مازامبي التي أثقلت شبكه وجعلت من بدايته للنسيان هو التعويض واجب أمام المولودية التي لم يختلف حالها عن حال الوفاق حتى وإن كانت استفادت من عاملي الأرض والجمهور أمام الدفاع الحسني الجديد الذي كاد يعود بالزاد كاملا وخطف نقطة ثمينة تعادل وجاب الوقوف عنده لتصحيح العديد من الأخطاء قبل فوات الأوان ولو أن أشبال كازوني لا يزال أمامهم خمس جولات وكل شيء ممكن إلا أن الصراعات التي تنخر جسد الطاقم الفني للعميد والشرخ الكبير في العلاقة بين الثنائي كازوني صيفي
أثر مفعوله على أداء التشكيلة التي تجرعت الهزيمة على يد اتحاد الحراش. هي مباراة بين منافسين جريحين سيدخلانها بشعار الخطأ ممنوع، وأي تعثر آخر من شأنه أن يعقد من وضعيتهما فيما تبقى من جولات. إذن مشاهدينا، كان هذا بخصوص المباراة الجريح بالجريح ومنافسة إفريقية بطعم جزائري رحيم. شوفوا أنه الفريقان يعانيان في البطولة. أول جولة ما كانوش يعني جيدين، مولودية الجزائر تعثرت مع الدفاع الحسني الجديدي، وفاق سطيف خسر بالنتيجة ثقيلة مع تيبي مازامبي. هذه فرصة لكلا الفريقين لإنعاش حظوظهم. En tous les cas, là, c'est le même pied d'égalité, kif-kif. Que ce soit le nhit de Nataïj ou le Flaouin al-Akhira. Bon, on voit le Ferik Mouloudi al-Jazair, Flaouin al-Akhira, le Mardot de Taou, le Hayer. Oui, Fakh Stif, on a fait le championnat de la Champions League. Le Moustawa Taou, mais c'est le Moustawa de la championnat de Taana. لكن نقولوا باللي الخرجه الاولى تاعهم اللي كشفت بزاف العيوب، وسورتو بالنسبه لوفاق سطيف اللي نهزم بنتيجه ثقيله ومشاكل حول مشاكل في اللاعبين، اصابات كثيره، ذهب مدرب، دخول الشك، المهم الانصار تخلوا بالشك، المدرب ما لقاش الحلول. انا نقول باللي مباراه صعيبه لي ديزيكيبا، ولو انه فريق مولودية الجزائر راح يتنقل يعتبر ديبلاسمون، لكن نقولوا باللي وفاق سطيف، انا نقول باللي المباراه هذه راح تكون هامه بالنسبه شفتوا النتيجه تاعها. الا كانت لا قدر الله وما كانتش نتيجه مليحه، نقول باللي راح تكون انكريز كبيره بالنسبه لوفاق سطيف. صح، من سوء حظ الفريقين انه جاوا يعني في نفس المجموعه، ربما الحظوظ تنقص، ولا في رايك انت انا جوري بيان مي كون ما جاش للدوزيام ماتش بعد التعثر لديزيكيب، كان اخروا للتروزيام ماتش يكون بيناتهم. لكن دوزيام ماتش دير في بالك باللي المولوديه لا بيزوان دي النقاط هذوما، سطيف كذلك، دوك اللي راح ينهزم في هذه المباراه راح يخلي اثرك سلبيه، وبالك راح تكون انكريز، لانه طموحات لي دو زيكيب هذا واش قاعد لهم؟ قاعد لهم انهم يروحوا في ابعد حد ممكن في هذه المنافسه بارابور لو موردو تاع الشامبيونا لي دو زيكيب كيف راهم يعانيو. انا نقول باللي مباراه مهمه لي دو زيكيب، اللي راح يتعثر انا نقول باللي راح يكون عنده مشكل كبير. شوفوا راي سمير زاوي في هذا الموضوع. اليوم الفريقان مطالبان يعني بغض النظر انه في زوج جزائريين، ولكن لازم واحد فيهم يفوز على الاقل باش يكون يحافظ على كامل الحظوظ تاعو. انا ما نعقبلكش على المقابله، نعطي لك غير زوج كلمات، واحد يغرق واحد يسلك، هذا ما كان. هذه هي، هذا هو بالضبط. الماتش هذا واحد يهبط، واحد شوف اللي يخسر يدخل في دوامه، اللي يربح وما ينفض راهو. وكونوا يديروا تعادل؟ اه ما يساعدوش في زوج، راهم يغرقوا في زوج. التعادل يساعد الفرق الاخرى. صح صح. ونشوفوا راي ايضا لاعب وبن عليه، راك كما نقولوا لاعب، وتشوف انه شكون لعب المنافسه القاريه. نعم، لعب المنافسه القاريه مع الكاس الكاف مع الموب. ماشي صعيبه، ماشي سهله الامور يعني على الفرق الجزائريين في زوج، يعني اليوم ما عندهمش خيار غير الفوز. صح، ماشي صعيبه الفريقين، لكن المستوى يتغير بين المستوى تاع اللاعب في الجزائر واللاعب في افريقيا. بصح ماشي هاد الاخطاء، هاد النتائج هي اللي كيما نقولوا تخبي الاخطاء تاع الفريقين. هما فريقان كيما نقولوا قويين، عندهم مستوى كبير كيما قال لك الشيخ سمير. هاد المباراه لازم اي فريق واحد فيهم يفوز باش ما يدخلش في دوامه، ونتمنى ان شاء الله يكون الاحسن هو اللي يفوز بها. اكيد كيما قال سمير، الماتش ما يساعد حتى فريق، سي تو في نورمال. ستيف خسر بي ماتش مول دي ماتش لا دوميسيل، ستيف تريزوفي تخسر سافي دير باتيكمون الحظوظ يتلاشاو، عندك دو زيكيب يروحوا من اربعه، ما على بالناش نتيجه الجديدي مع تي بي موزامبي، يعني توت اولون يعني دو لا كومبيتيسيون تقدرش تعرف، ولازمك اليوم تجيب نقاط هنا يعني بيناتنا، وتجيب على الاكستيريور. بور مو سي فري جوري مي انه لي دو زيكيب يكونوا في مجموعتين مختلفتين، او ان كما قال عز الدين يكونوا في لا تروزيام جورني، لكن اليوم ا دو زيكيب يعني زوج ممثلين تاع الكره الجزائريه جو بار، لازم اليوم يعني واحد فيهم يربح، باسكو
سي ان بو شغل يكون قاسي على الكره الجزائريه انه دوز ايكيب بارمي كات يروحوا ليزالجيريان ميم لا كومبيتيسيون، ماشي مليح علينا. في النهايه ان شاء الله يجوزوا في زوج على الاقل اون ايكيب تروح ليكار دو فينال. نعم، وروحوا لكاس الكاف، وفريق اتحاد الجزائر الاقرب منا هنا في الاستوديو هو عز الدين رحيم، راحوا الغرمه هي يعني في كينيا باش يجيبوا يعني الفوز، لما لا؟ وتعتقد انه الفريق قادر على انه يخلق هذا، خاصه انه بدايته كانت جيده باربعه اهداف. ننظر باللي فريق تاع لاسيما سافر الى كينيا في ظروف جيده، لانه بارابول المباراه الاولى اللي كانت مهمه للفريق، خاصه دخول بقوه في هذه المنافسه. انا نقول باللي عندها كل الحظوظ باش انها تدير نتيجه ايجابيه. سي فري كو المسافه اللي راح يتنقل فيها تكون صعيبه، لكن عندهم الوقت انهم يسترجعوا اللياقه. بون بعض الغيابات اللي انا نظن باللي راح تاثر نوعا ما، سورتو كلك جوار اللي مهمين في ليكيب يدخلوا في حساب المدرب. لكن انا نقول باللي الفريق تاع العاصمه، انا نقول باللي اقوى من هذا الفريق، وقادر انه يجيب نتيجه ايجابيه. نعم، ولا كودري من ربما من عامين مع عامين نافذ الى 8 مباريات، كانت هذه العقوبه الاقرب والمنطقيه مقارنه يعني بالعقوبه القاسيه المجحفه الاولى. والان مشاهدينا نمر الى أسئلة الجريئة وقول صح مع رفيق وحيد. أولمبيش لف ما صعدش مرة أخرى للرابطة المحترفة الأولى، هل أن الفريق عاجز رياضيا أم أن الصعود يلعب في الكواليس؟ نو أنا الاقتراحين هذو اللي قلت لك نختلف عليهم. أنا رأيي الخاص، لأني من الفريق ونعرف واش كاين داخل الفريق. الفريق جماعة شلف معروف بالفئات الشبانية تاعو، أنا نقول إهمال تكوين أكثريا منهم فئة 97 اللي كانوا فيها مستقبل كبير للفريق الجمعية، هذو كان الإدارة التفت بهذا التكوين ووجد هذو اللاعبين أحسن من أن تلعب كل موسم الصعود وما تصعدش. لكن كنت تقول أنت في توتولون دي ميسيون بلي سي بارتمون دي كوليس اللي يدفع أكثر واللي يطلع. بيان سير، في اللي دارني جورني العام يشوف في الجزائر أنه المقابلات الأخيرة هذو دخلوا فيهم أمور غير رياضية، وإحنا أنا قلت لك بلي لو كان جينا مش كون جينا من شلف هادو تاع الامور هذه كنا بليزيو رونديفو فاتو قبل وبينا لي تيك سبورتيف. انا كنت مدور يعني دفعت ضريبه انه مدور طموح للرابطه وانه ما قدرش ربما مدور انا نقول لك حاجه، بتتر ما عندوش الاموال يخلص اللاعبين، بصح مدور ماهوش من الناس اللي ما عندوش الاموال باش يشري المباراه. فوالا ميم كون عنده ما يشريش، انا نقولها لك باسكو انا 17 سنه الناس تقول بزاف ما كاش منها. مي انا نقول لك بلي انا ملي في شلف انا مازال ما دخلناش في بناء شراء وبيع مقابلات. حمار قال في وقت سابق انه وزعف على المولوديه في بولوغين لمد الماتش اللي شلف دنيا جورني وشلف ربحت في الصيف ماركها نعماني، ودرنا كرو ماتش وسلكنا من ليغاليزاسيون تاع ملولي في لا دنيا بابو سعيد بالكور تاعو. نو انا قلت لك دونك معك زاويه. شوف انا دي فوا نقول انا لصحابي، انا نقول لك انا معليش انا صحابي دي فوا يجي يسقسوني نقول لهم دونك انتوما صحابي وتسقسوني هكذا ماكم صحابي، تعرفوني كيف داير. ماجر يدرب المنتخب الوطني دون شهادات، ما معنى ذلك؟ واش نقول لك، غلطه كبيره. انا نقول باللي هذا خطا من اخطاء خالدين زتشي رئيس الاتحاد الجزائري. الجيل اللي كنتوا في الفريق الوطني الجزائري ماضوي زاوي وكثيرين راهم يدربوا، هل خداوا الفرصه تاعهم ام انه مازال يعني ما يديروش انتقال رؤساء النوادي؟ احنا رانا لسه اون ابخوند، باسكو على بالنا بلي عالم تدريب عالم كبير، وواحد ما يقولش باللي انه شد فريق سي بونصل، لازمنا نطوروا امكانيات، لازم نروحوا نقراوا، لازم نروحوا نشوفوا الامور باش نشوفوا العالم هذا اللي الناس اللي راهي قدامنا كيف يتخدم. لازم الواحد ما يحشمش كيسقسي، لازم واحد اللي ينفستي في روحه يروح يشوف يجيب ان باجاج. اللاعب المحلي هل عنده مكانه في المنتخب ام لا بصراحه؟ انا نقول لك كاين بعض اللاعبين اللي يقدروا يلعبوا في المنتخب الوطني. هل انت حاقد على سعدان لانه شطب اسمك من قائمه المسافرين للمونديال؟ نو، وانا قلت لك انا قلتها ونعاودها، مانيش حاقد عليه باسكو
ربحتوا في الشوا تاعو باسكو الجوال اللي رومبلاساني انا خير منه كان امبوزا روحه وراح في المنتخب نقدر نقول بلي ها تتكلم على بالعيد نو من جيسيت با لو نو باسكو عنده زهر راح كوب دي موند انا الحمد لله يا ربي لو باركور تاع ليكيب ناسيونال جيتي بوزيتيف في لي ماتش ديسيسيف ماشي غير تاع ورا ورا هو اللي فرض على سعد بالمباراه التربيه انه يضحي بالمحليين لانه ربما كي تنحي المحلي الشعبيه فرح وكان المحلي جاوبني عليها انا نقول بلي هذاك الوقت كانوا الاتحاديه تاعنا ضعفت في امام الشعب الجزائري لانه مقابله صربيا هي مقابله احتفاليه هما الشعب بالنتيجه هذيك خافوا يبا يدوروا الراي العام يضحوا بينا حنايا خلونا نلزموا لو كونفلي قام يسموه لوكال ايميغري وانا نفضل نقول لاعب جزائري في البطوله المحليه ولا لاعب جزائري في البطوله الاجنبيه هل لو كونفلي في وقتكم كان حقيقي بين هؤلاء اللاعبين لا ما كاش كاينه هذه احنا كنا عايشين شوف هذه الهضره تلقاها برا وي مي حنا وقتنا وكيما كنا حنا في لا جينيراسيون تاعنا ما كانش كاين هذا كان انا قلت لك كان دي جوار الجيريان كيما نقول لك لاعب الجزائري يلعب هنا ولاعب الجزائري يلعب في خارج الوطن واش حدث لك في 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 الكان يعني وربما الاصابه تاعك اللي كانت خارج الميدان خلات تحليش يبرز نو هذيك الله غالب كنا قاعدين بزاز نقولوا مبروك الشامبيون اليوم بزاز كان كسر كاس ما شفتوش وكي كنا قاعدين في الظلمه قاس عليا قط صغير انا عم بالي هذاك ليزار شتو تاع افريكا هذاك كيش نط تحفس على الكاس ديريكتومون كنت تيتولار قلت انا هذاك النهار نقصر ندير في ليكيب اللي تلعب واللي جوا اللي ما لعبوش قلت نموج لهم في درابو باللي يطلعوا للغرادين سيبورتيف عشان انا الاول اللي رافع درابو لوازار اسكو لوازار بيان في لي شونس بور حليش مثلا بيان سور وي انا نقولها ونعاودها قصرت معاها قلت له رافيع قلت له سبحان الله باسكو هذاك الوقت حليش كان تطلقها كان في بنفيكا ميم كيجي ليك ناسيونال ما كانش هذاك الجوال اللي كان واجد اللي صحصح حب ينحي لي ديفونسور باسكو انا جي بروفيتي لي كارتون جون اللي كانوا عند عنتر وعند بوغرا والاخر مهدي دخل باك ملي دخل دخل ديريكت زدت شي ملك مواصفات رئاسه الاتحاديه انا ما نقدرش نجي في اوناني مي ابارتي دو لا سيزون بروشان لا ما كانش ما داش دي ديزيزيون صحاح نجي جي لمسيو اسكو اسكو دوموندو الماتش يشلف ما تفتحها ما تفتحها في الجزائر سي سور يكونوا دومونداو سي سور يكونوا دومونداو شكرا اذا كان هذا قول صح وقول صح مع رفيق وحيد وهذه المره مع ضيفنا ضيف شرف سمير زاوية مشاهدينا قبل الختام خلونا نروحوا الى ركن كويت ثم نختم بجو من المتعه والمرح نبعدوا شويه على الجانب الجدي مشاهدينا كويز والاسئله الخفيفه الظريفه منافسه هنا في حلبة المعلومات معنا زوج لاعبين ثلاث لاعبين وصحفي الفريق الاول هنا بين رفيق وحيد وسليم بن علي والفريق الثاني بين رحيم وايضا سمير زاوي عندك البوزر استعملته دو فوا دوك ورينا شطارتك يا سمير في المعلومات اول سؤال سنخصصه لدوره 1990 دوره اللي توج بها المنتخب الوطني بلقبه الوحيد يعني في البطوله من هو هداف تلك البطولة؟ جمال مناد جمال مناد بأربعة أهداف جمال مناد بأربعة أهداف أول نقطة لرفيق وحيد لازمك هو حاطط لا لا لا, لا خلينا نروح للسؤال الثاني كي قال الدورة 90 قلت شو راح يقول جمال الهداف خلاص نروحوا إلى سؤال ثاني وهو من هو كان المدرب تاع المنتخب الوطني آنذاك؟ كرمالي كرمالي هو شوف في بلاصتك سهلين هذو اللي كسبوا سهلين البوزر ليك انت نقطة ليه نقطة ليه هو البوزر هو اللي ماشي غير كرمالي عطيني جواب كرمالي خلاص كرمالي الله يرحمه شيخ المدربين بهدف بقول درك الان واحد واحد نروحوا الى من توج بلقب احسن احسن لاعب شكون نعم رابح ماجر والان زوج قابل واحد بدا يربحك معليش انا هذه الاسئله الخاصه بدوره والله العظيم هذه على كل حال نروحوا الى اللقاء يعني اجريه في النهائي بين اسنا نيجيريا والمنتخب الجزائري كان اجري لقاء اخر في خلي عاود كان اجري لقاء اخر في الدور الاول كم انتهت النتيجه تاعها 5-1 للجزائر 5-1 و2-2 للتعادل حاله التعادل بين الفريقين اذا نوصلوا مع هذه الدوره وكم من مدينه احتضنت عندنا باو العاصمه
إذن جواب صحيح 3-2. اليوم الأسئلة حول السرعة ليست حول المعلومات. بعد 4 مواسم نعود مواسم قضاها يعني في القسم الثاني، عاد اتحاد الجزائر إلى القسم الأول. خاصة بك أصبر كمل السؤال. بعد 4 مواسم في القسم الثاني عاد اتحاد الجزائر إلى القسم الأول، موسم 1994 1995. من كان مدرب هذه التشكيلة؟ يا حسرة أنا أعطيته الكليك هذا. افتسان يونس افتسان وحل نتيجة درك راهي خمسة الأسئلة اليوم كانت حول السرعة ليس بالمعلومات. سؤال ماشي سريع الأخراني، سؤال في غير الفيراج يعني. أنت راك تزرف في روحك دير البوزر قبل. ما قلتلناش بلي المعلومة لاكاخ، قلتنا لاكان مع الأخر ومن بعد كي سنيت لاكان وليت في نجمة. لازم نلوغو. مشاهدينا كان هذا نهاية العدد ونشكر كل من ساهم فيه من المخرج وطاقم الإعداد التقني والصحفي أيضا. نشكر أيضا سمير زاوي، شكرا لك على تواجدك معنا يعني اليوم، كنت يعني ضيف شرف وأيضا قدمت يعني الكثير في هذا السفر. استن بليزير بارطاجي معكم الاستوديو هذا. حاجة باك نقولها قبل شهر رمضان، نقول للناس هذو اللي هم ملتفين بكرة القدم الجزائرية سيروح المرض ديركت، ما تظلوش تهفوا فينا. كاين ياك عندكم سكانر عندكم، روحوا ديركت هم المرض نحوه. انا نقولها باسكو والله انت تقعد هكذا كيما قال سي رفيق من القدام مناصر يروح البلاد، كل واحد يلعب في بلاده. انا نقولها لك والله يديروا قانون كل يمنعوه. هذا هو انا نقول باللي حنا كلمه الحق نقولوها، اللي يبغى زعف زعف لي باسكو يجي واحد النهار وين الناس تصحى الاضمره هذو يعرفوا باللي صح كانوا غالطين، يعرفونا باللي احنا على كنا على حق. نعم شكرا لك على حضورك يا سمير زاوي. سليم بن علي اليوم لاعب متخلق صراحة فوق الميدان، وحتى بتواجدك يعني أنيق، تدخلاتك سلسة وواضحة، شكرا لك على الحضور تاعك. لي شرف الحضور تاعي هنا معكم مع الأخ سمير والأخ رحيم والشيخ وحيد، وبالمناسبة نقول شهر رمضان كريم للشعب الجزائري، ونهدي هذا الصعود لجروند فامي وبتيت فامي تاعي. يعطيك الصحة. نشكر ثاني رفيق وحيد ونشكر عز الدين رحيم والجمهور المتواجد معنا دائما من جمعية أخلاقية الرياضة. نقولوا لكل من صعد كل شيء مبروك عليكم، وكل من ينتظر فرصته في البقاء حظ موفق، وأيضا نلتقي في العدد الأخير من هذا الموسم في الأسبوع المقبل. إلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله.